ورجعنا تاني نقول صباح النصر عن جدارة، بس المرة دي مش عشان المونديال، عشان النادي الأهلي اللي بيفرحنا وبقاله فترة طويلة جدا. بجد الواحد سعيد بالأداء اللي بيشوفه، سعيد بالنتائج اللي بيشوفها بعد فترة ركود ولو كانت حتى فترة قصيرة، لكن دلوقتي احنا سعداء جدا بالعودة من جديد لروح النادي الأهلي اللي احنا نعرفها. مبروك علينا وثلاثية جميلة، وهنتكلم في كل التفاصيل دي. صباح الفل يا كيزو. صباح الفل عليك يا هوندو، وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. ماتش حلو، الناس كلها بقالنا فترة بنقول جملة كانت بتتردد يعني لفترات مش قليلة، لكن دلوقتي خلاص العكس الصحيح بقى هو الموجود. بقينا نسمع في الفترة الأخيرة جملة هو ده النادي الأهلي اللي احنا عارفينه، ده المعتاد، ده المتوقع، ده مستوى النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. صباح الفل على كل حضراتكم وأهلا بيكم، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. أكيد هنتكلم مع حضراتكم على مدار الساعة الأولى عن كتير من الأمور، بطبيعة الحال أكيد ماتش امبارح واحد منها، وهنتكلم عن المونديال وعن ماتش النهاردة وماتش بكرة وتمنياتنا للمغرب بكل التوفيق، هنتكلم في ده في الساعة الأولى. وساعتنا الثانية هيكون معانا فيها فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هينورنا فيها الأستاذ أحمد غنيم الناقد الرياضي، والفقرة الثانية هتكون معنا هوندو الدكتورة إيمان المراجدي، وهيتكلموا أكيد في موضوع يهم كتير من حضراتكم. فيعني أنصحكم أن أنتم تتابعوا هذه الفقرة، كل ده إلى جانب سؤال السوشيال ميديا. سؤال بقى السوشيال ميديا اللي احنا بنطرحه على حضراتكم من دلوقتي، وهنشوف مين اللي توقعاته قوية. احنا بنسأل عن توقع طرفي مباراة نهائي كأس العالم 2022، ونتيجة المباراة كمان لو حد عنده توقعات عالية شوية، أو زي ما يقول لك كده إيه مكشوف عنه الحجاب. في ناس بتبقى عندها على فكرة حتة التوقعات دي بتظبط دايما، فمين توقع طرفي مباراة النهائي؟ خلينا ناخد رأيك أنت، مين شايف؟ أنا بالنسبة لي مش فارقة بالنسبة لي كتير إذا كانت كرواتيا ولا الأرجنتين، أنا اللي يهمني في الآخر إن يبقى الطرف الرئيسي الثاني هو المغرب. يلعب اللي يلعبه، يعني يلعب اللي يلعبه، بس خلاص بقى أصل إحنا قطعنا 80-90% من الشوط، يعني المفاجأة خلاص حصلت، وتأكدنا بنفسنا إن إحنا عندنا كمنتخب عربي مغربي القدرة إن هم يوصلوا بينا ذات فار زي ما بيقول، فليه لا الحلاوة ما تكملش يا رب. هي الأرجنتين، هي الأرجنتين اللي هتفوز، يعني ده توقعي. وأنا قلت لك النهائي أنا بتوقع إن هو هيكون ما بين يعني الأرجنتين وفرنسا، ده توقعاتنا هوند، فهنشوف. ولكن على كل حال نرجع ونقول نتمنى يكون في نهائي مغربي، نتمنى من كل قلبنا، لكن بكل اللي حصل والمرحلة اللي المغرب وصل لها إحنا فخورين بدولة المغرب ومنتخب المغرب، رغم أي حاجة هتحصل بعد كده. بجد أنتوا شرفتونا كدول عربية وإفريقية في هذا المونديال، ونتمنى يكون في تجربة أكبر من كده وأعم من كده كمان المونديال القادم، لأن أعتقد إن إحنا نستحق. حتى لو كان في فارق كبير بين الكرة الأوروبية والكرة الإفريقية، وده حقيقي طبعا، يعني مش هننكره ونطلع نتكلم كلام يعني ليس له أساس من الصحة، في فرق كبير وفي فارق كبير، لكن الكرة الإفريقية زي ما بتقول يا كريم بتحاول إن هي تطور من نفسها، وشفنا ده في منتخبات كتيرة جدا ودول عديدة حتى عندنا هنا في مصر في الداخل، وهنتكلم برضو في كل التفاصيل. بس خلينا على كل حال نتكلم امبارح عن المكسب المهم، يعني وقلنا الكلام ده برضو، قلنا الاتحاد السكندري فريق كبير، الاتحاد السكندري يعني ما هوش كان الخصم السهل، احنا وصلنا الحمد لله للنقطة 18 من 6 جولات لحد دلوقتي، يعني تقدر تقول علامة كاملة، مش عارفة بقى احنا هنحسد نفسنا ولا ايه، بس بجد يعني حاجة مبهرة، حاجة محترمة جدا، ظهور كمان مميز، أداء رائع، يعني أنت مش بتكسب بالصدفة يا كريم أو بتكسب وخلاص، لا بجد كل لاعبي الأهلي أنا بتكلم هنا بلا استثناء كانوا متألقين. بدأنا المباراة زي ما حضراتكم شايفين كان بضغط عالي جدا على فريق الاتحاد السكندري، وزي ما تعود يعني مستر مارسيل كولر ان هو بيبدأ ماتشاتنا وماتشات الأهلي كمان مؤخرا ان احنا بنسجل من بدري، وده كان مهم جدا، انت تسجل من بدري، تضغط من بدري، يبقى مش مدي فرصة للخصم بتاعك ان هو اصلا يفكر ان هو يتحرك، يبقى في مساحات مفتوحة. ده اللي احنا شفناه في المباراة امبارح، هدف كان جميل اول لي يعني بيرس تاو، ورجعنا بقوة وسجل بعد كده للمباراة كمان التانية. يعني انا بشوف ان بيرس تاو مشروع رائع جدا رغم صحيح تشكيك البعض فيه، لكن انا بشوف ان هو بجد رائع جدا. شفنا بعد كده جونين لياسر ابراهيم واكرم توفيق كانت حاجه محترمه، شفنا بعد كده برضو تصدي الشناوي، يعني زي ما بيتقال كده ضربات ممكن البعض كان شايف ان هي خلاص محسومه، لكن الشناوي عندنا مفيش حاجه معاه برضو لحد كبير نقدر نقول ان هي محسومه، فامبارح كان الفريق كله متالق بصراحه. صحيح ماتش كان حلو جدا وكان مليان ب يعني هجمات خطيره من طرف النادي الاهلي، وفعلا اكيد اكيد يعني الاتحاد السكندري ما كانش فريق او ما كانش خصم سهل، لكن
طالما روح النادي الاهلي كانت حاضره يبقى مش محتاجين نتكلم كتير. اللي حصل في الشوط الثاني ان الاهلي واصل نفس الاداء المحترم، وحصلت بعض التغييرات، نزل مجدي قفشه مكان برونو سافيو، ونزل محمود متولي مكان عمرو السوليه، وحمدي فتحي مكان ياسر ابراهيم، وشادي حسين مكان احمد عبد القادر، وكمان حسين الشحات مكان كريم فؤاد. في الدقيقه 90 ومن اسيست رائع من مجدي قفشه اللي راوغ مجدي المهدي سليمان وعملها عرضيه لاكرم توفيق اللي بدوره توج مجهوده طوال احداث المباراه بهدف ثالث للنادي الاهلي. الحقيقه كنا نقدر كمان نسجل اكتر من كده، يعني كان في فرص ضايعه كتير من بيرسي تاو ومن كريم فؤاد ومن مجدي قفشه، لكن الاهم الحقيقه والحاجه اللي ناس كتير خدت بالها منها اللياقه البدنيه الممتازه اللي ظهرنا بيها طوال ال 90 دقيقه. مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني ولاعيبته، واكيد هنفكر الناس تاني انه من المهم جدا ان احنا نستمر في سلسله الانتصارات بدون ما نفكر في اي منافس، مهم ان انت تفضل على قمه الدوري، وده بيصدر لوحده ضغط على المنافسين كلهم، فان شاء الله تبقى الاوضاع على ما هي عليه باذن الله. بص انا عايزه اقول لك على حاجه بقى كمان لفتت نظري، يعني رغم ان احنا سعداء، احنا كجماهير، احنا طبعا كجماهير ما لهاش علاقه حتى بالاعلام او قناه الاهلي، احنا كجماهير للنادي الاهلي في الاول وفي الاخر احنا سعداء بالماتش اللي شفناه امبارح وسعداء بالنتيجه، لكن تخيل بقى لما يبقى المدير الفني رغم كل ده، يعني مستر مارسيل كولر في تصريحاته بعد المباراه، وعلى فكره دي نقطه تحسب ليه، رغم ان انت فايز، رغم ان انت محقق سكور حلو، رغم ان انت الاداء واللياقه البدنيه على الارض بشهاده الجميع وجميع النقاط تحدثوا ان الاهلي فعلا لديه من اللياقه البدنيه اللي غير معهوده كانت يمكن في الموسم اللي فات، ترجع تلاقي المدير الفني بتاعك مش عاجبه قوي او مش راضي قوي عن الاداء للفريق ده. على فكره نقطه حلوه، صحيح. نقطه تحسم ليه بصراحه. كان في برده عشان الحق يقال كان في تضييع لبعض الفرص، يعني احنا عندنا هذه المشكله الى حد كبير ان انت برده في فرص بتضيع. طب الفرص اللي بتضيع دي ليه بتضيع؟ علشان الفينال بتاعك شويه بيبقى فيه مشكله. عندنا الأزمة دي واتكلمنا فيها، ويمكن تحسنت في الفترة اللي فاتت يا كريم، لكن ستيل الموضوع شوية لسه مخلص أو لسه على الأرض موجود. لكن تصريحات مارسيل كولر أنا شايفاها من ناحية إيجابية إن هي بتدي أمل إن الغلطات أو الإخفاقات لو حتى كانت صغيرة على الأرض دلوقتي باينة ليه، بتهيألي هيشتغل عليها الفترة اللي جاية، لأن الأداء بالتالي هيتطور. فده المهم، ده اللي يهمنا كجماهير طبعا. وكويس كمان إن اللعيبة يبقوا عارفين كويس قوي إن يعني مش أي حاجة هتدخل على المدير الفني، ومش اي حاجه هتبقى مرضيه بالنسبه له، ان هو بيطلب منهم حد ادنى مرتفع من كواليتي اللعب، وان حتى لو لعبوا كويس وفازوا لكن ما كانش الاداء العام مرضي بالنسبه له، ده ممكن يخليهم برضو يعني مش ضغط سلبي، ده ضغط ايجابي، ضغط مطلوب. فكره ان هم يكونوا دايما عارفين ان هم لازم يقدموا مستوى عالي عشان يرضوا الجماهير ويرضوا الجهاز الفني ويشتغلوا على اي مشكله عندنا، وده المهم. طيب على كل حال احنا اتكلمنا، لكن خلينا نسمع من مستر مارسيل كولر تحديدا في المؤتمر الصحفي قال ايه ونرجع نكمل. في حاجة عايز بس أقولها في البداية ملهاش علاقة بالمباراة، بس مهمة بالنسبة لي جدا إن أنا أوضحها. أنا وصل لي إن بيتكتم كتير في الإعلام إن أنا في لعيبة عايزها وفي لعيبة مش عايزها، في لعيبة لازم تمشي، وإن أنا بقول آرائي في بعض اللعيبة. أنا بأكد مرة تانية قدام الناس كلها وبستغل المنصة دي إن أنا أقول لكل الناس أنا ما اتكلمتش مع أي حد من الصحفيين، ما قلتش لأي حد في أي حتة في النادي إن أنا عايز مين ومش عايز مين، ما عبرتش عن إن أنا عايز حد ولا إن أنا عايز أمشي حد، الكلام ده عاري تماما من الصحة، ولو سمحتوا محدش يصدقه خالص، ما حصلش. انا الحديث الوحيد الصحفي اللي بعمله هو المؤتمرات الصحفيه بعد المباريات، غير كده مفيش اي كلام بعمله مع الاعلام، ومفيش اي اخبار بتطلع مني عن لعيبه سواء عايزها او لعيبه عايزه امشيها. Oder wenn wir neun holen, dann ist das entscheidend, dass wir zuerst mit den Spielern sprechen und nicht über die Presse. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir die Presse Bescheid. وان لو حصل ان انا في لعيب مثلا عايز يطلع اعاره او عايز لعيب اجيبه، انا بتكلم على لعيبتي الاول قبل ما اتكلم مع الاعلام، بيبقوا عارفين الاول ان هو هيخرج او كده هتكلم معاه لو اصلا حصل، وبعدين بنقول للاعلام. لكن انا مفيش اي حد انا في خططي خالص ان هو هيخرج، ولا ان انا هستغنى عن اي حد خالص، ولا فكرت في الموضوع ولا اتكلمت فيه مع حد.
عجبني كمان الحديث بتاع مستر مارسيل كولر في فكرة التأكيد على أنه هو لا يتحدث مع الإعلام إلا من خلال المؤتمرات الصحفية اللي بتبقى عقب أي مباراة. دي نقطة مهمة، لأن بنسمع دايما حد يجي يقول لك دايما دايما للأسف الشديد وهنكررها دايما، طلع حد يقول لك خد الحصري من عندي خاص بالنادي الأهلي، أصل مستر كولر كنت قاعد معاه امبارح ومن مصدر موثوق قال لي إن هو هيودي لاعب إعارة، والكلام اللي ملوش أي أساس من الصحة. هو أكد وأكتر من مرة على فكرة، دي مش أول مرة، إن أنا لا أتحدث ولا يعني أعبر إن أنا عندي مشكلة مع لاعب أو إن أنا عايز أمشي لاعب او ان انا عايز اودي اعاره للاعب. الكلام ده كله مش موجود الا من خلال اللاعب نفسه انا بتكلم معاه، وهو اكد على كده. حتى لو يعني زي ما قال دلوقتي لو انت سمعت، زي ما قال انا لو عندي لاعب هوديه اعاره انا هتكلم مع اللاعب الاول قبل ما اتحدث مع الاعلام. فالكلام محترم، الكلام كده اورجنايز زي ما بيتقال، فكفايه بقى تصريحات ملهاش لازمه. انا على فكره واحد بيقلب كده والله تلاقي خد مش عارفه ايه خبر حصري عن النادي الاهلي، الواحد بيشوف اخبار كتيره جدا عن النادي الاهلي من مصادر، الواحد بيبص طبعا. تلاقي موقع ملوش معنى، موقع ملوش اي اساس من الصحه، ويقول لك ايه، ويقول لك اسمع مني وبعدين صور لبعض الاعلاميين المعروفين جدا واللي بنكن ليهم كل الاحترام، وطبعا دي مش الصفحات بتاعتهم، فتلاقي كاتب لك عريضه وحاجات يعني بليز اللي عايز ياخد معلومه ياخدها من صاحب المصدر. واكدنا على الكلام ده اكتر من مره، مفيش اي لاعب دلوقتي مارسيل كولر عنده مشكله معاه، مفيش اي حديث عن اعاره لاي لاعب، لو في اي حاجه هيتم من مصدر موثوق من خلال مستر كولر للنادي الاهلي، وهينزل بيان بهذا. فدي عايز اقول لك في شويه ناس كتير شايفين او عارفه ايه مستشعرين كده ريحه مانويل جوزيف في مستر شويه على فكره كولر. دي حقيقه، عنده توجهات مشابهه جدا ليه، يعني فكره مثلا كان زمان مستر جوزيف يبقى الفريق لاعب ماتش عالمي وكسبان 4-5 ويدخل يقطمهم في اوضه اللبس. فالتفصيله دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي ايه المشتركه، القواسم المشتركه بين الشخصيتين، زائد الاداء العام بما فيها النقطه اللي انت اتكلمتي عنها نهاوند، فكره ان انا لو عايز اقول حاجه هقولها من خلال المؤتمر الصحفي، وعمل كات عشان ما حدش يقول حتى كلام على لسانه. ففي حاجات نقاط متقاربه كتير ما بينهم الحقيقه. دي حقيقه. وفي الشخصيه انا بحس برضو ان الشخصيه، ولو ان ممكن شويه مانويل خوسيه يكون فيرم اكتر او اكثر صرامه او حزم، لكن نفس الروح نفس الفكره. انا بتفق معاك، اول مره مدير فني يجي من وقت مانويل خوسيه احس ان هو في فعلا تشابك او ترابط ما بينهم. خلينا نروح بقى ونتكلم عن احداث برضو مهمه جدا، واللي كان امبارح وهو قرعه دوري المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، واتكلمنا عنها قبل كده. اللي بيشارك فيها خلاص النادي الاهلي ونادي الزمالك من مصر زي ما احنا عارفين. امبارح الاهلي يعني توضحت المجموعات بالنسبه له، هو معاه في المجموعه كالعاده سان داونز. مش عارف ايه القصه بجد، سان داونز يعني للمرة الخامسة على التوالي في حاجة والله. الأهلي برضو وسان داونز هيكون في مواجهة إفريقية، وهنقول بالتفصيل على مدار الحلقة تاريخ كل المواجهات بينهم. كمان معنا الهلال السوداني برضو، ده للمرة الثانية على التوالي، وهيكون معنا بطل السودان وكمان كوتون سبورت الكاميروني. يعني بتكلم عن مجموعة لو أنت جيت قيمتها كده هي مجموعة متوازنة بشكل برضو كبير، وأكيد برضو المرشحين الأهلي لو احنا هنتكلم المستوى قريب من بعض والأهلي وسان داونز، لكن برضو الهلال هيبقى اسمه تاريخه مرشح فوق العادة زي ما بيتقال. طيب كوتون سبورت برضو اللي عنده شركات كتيرة جدا في دوري الأبطال، واعتقد وارد جدا ان هو يكون منافس يا كريم برضو للتاهل للدور الثاني، انا شايفه كده. وعايزه برضو الاول قبل ما نتكلم شويه بالتفاصيل عن مواجهات الاهلي مع سان داونز، يعني اخد حضراتكم او اشرح كده الوضع الحالي للمنافسين كمان بتوعنا في المجموعه. طبعا احنا بنتكلم اولهم سان داونز، وهو بطل النسخه طبعا الاخيره من الدوري الجنوب افريقي، وكمان هو متصدر الترتيب الحالي بعد مرور هنا 12 اسبوع برصيد، تحديدا بلغه الارقام هنا بقى هنتكلم 28 نقطه، يعني بفارق 5 نقاط عن اقرب منافسي. طيب ده المنافس الاول. المنافس الثاني عندنا نادي الهلال، وهو حامل لقب بطوله الدوري السوداني، وكمان متصدر يعني الترتيب الحالي برصيد هنا 30 نقطة من 10 مباريات، يعني كسب العشر مباريات كلهم لغاية دلوقتي، فطبعا حاجة كبيرة وفارق عن أقرب منافسيه ب8 نقاط. طيب مين هو المنافس الأخير؟ زي ما كنت بقول لحضراتكم هو كوتون سبورت الكاميروني، وهو وصيف الدوري الكاميروني للموسم كمان الماضي وثالث الترتيب الموسم الحالي، يعني منافسين على مستوى أعتقد جاهزية عالي جدا، وكلهم أبطال من بلادهم أو في بلادهم، وكلهم متمرسين زي ما بتقال على المنافسات القارية. فمجموعة وإن كانت إحنا واخدين عليها
يعني احنا مش مع مجموعه جديده او حاجه بنواجهها، لا تقريبا نسخ متعدده واجهنا بعض المنافسين فيهم زي ما كنت بتكلم، وده بيدي الى حد ما طمانينه. لكن على الصعيد الثاني هم منافسين وان تكرروا منافسين تقال، ومحدش عارف برده من موسم لموسم من بطوله لبطوله المستوى بيبقى عامل ازاي. فكل التوفيق ان شاء الله لنادينا، نتمنى نشوف اداء ونتيجه مرضيه لكل جماهير النادي الاهلي انها تستحق ذلك يعني. يا رب ان شاء الله. وبطبيعه الحال يعني اي منافس بيوصل للمرحله دي، مرحله الدور او دوري المجموعات، ده معناه انه اكيد عنده الرغبه في مواصله المشوار لغايه الادوار النهائيه، هو عنده كل الدوافع الكبيره في البطوله الاهم والاكبر والاشهر في قاره افريقيا. تعالوا بقى نروح لمواجهات الاهلي مع سان داونز اللي ابتدت في نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2001، وقتها توج بها النادي الاهلي في ذلك الوقت في مباراه الذهاب اتعادلنا 1-1 بهدف سيد عبد الحفيظ، وفي العوده كسبنا 3-0 بثلاثيه كابتن خالد بيبو، وكانت وقتها النجمه الثالثه في مشوار النادي الاهلي. في 2007 اتقابل الفريقين في الدور ثمن النهائي، اتعادلوا في المباراه الاولى 1-1 في بريتوريا، وفاز النادي الاهلي في لقاء العوده بهدفين دون رد وتاهل لدور المجموعات. سنة 2019 كانت للأسف بتحمل ذكرى يعني مش لطيفة بأي حال من الأحوال، وقتها خسرنا في الذهاب بخماسية في ربع النهائي، وكسبنا ماتش العودة بهدف نظيف، وللأسف خرجنا وقتها من البطولة. لكن بعدها انتفض المارد الأحمر بمنتهى القوة، وواجه ساوند داونز في نسخة 2020 في الدور ربع النهائي، كسبنا وقتها ماتش الذهاب في القاهرة بهدفين بتوع علي معلول، وتعادلنا في ماتش العودة بنتيجة 1-1، وتأهل وقتها النادي الأهلي للدور نصف النهائي، وبعدها فاز بالبطولة. والنسخة اللي بعدها على طول 2021 واجه الأهلي سان داونز مرة تانية في قرعة الدور ربع النهائي، فاز النادي الأهلي في الذهاب بهدفين دون رد، وتعادلنا في ماتش العودة بنتيجة 1-1، وتأهل وقتها النادي الأهلي. ونفس الأمر تكرر، فاز بالبطولة في النهائي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة. أما النسخة الأخيرة في 2022 فتقابل الفريقين في دوري المجموعات، وخسر الأهلي الماتشين في وقتها في القاهرة خسرنا 1-0، وفي بريتوريا كمان خسرنا للأسف بنفس النتيجة، لكن تأهلنا للدور الثاني ووصلنا كمان للنهائي الشهير أمام الوداد المغربي. ده تاريخ طويل وعريض من مواجهات النادي الأهلي مع سان داونز. الأهلي ليه طبعا الغلبة في الفوز على سان داونز من 6 نسخ لعبنا فيها مع سان داونز، كسبنا 3 نسخ منهم، وإن شاء الله يا رب النسخة الحالية تكون أبطالها هم لعيبة النادي الأهلي بإذن الرحمن. كلام محترم جدا. على كل حال احنا اول مباراه للاهلي هتكون يعني على ارضنا، فدي ممكن تكون شويه لصالحنا، ممكن تبقى فيها ضربه بدايه كويسه زي ما بيتقال، ضربه حظ حلو انت بتلعب على ارضك وسط جماهيرك بتفرق الى حد كبير. ولو ان برضو انا بحس ان النادي الاهلي بره هو اللي بيبقى متالق اضعاف، يعني هو بيتالق على ارضه بس كمان بيبقى متالق اضعاف، ودي اعتقد ميزه برضو عند النادي الاهلي. المهم بقى اللي انا عايز اروح معاك فيه، لان احنا اتكلمنا في فكره هنا استقطاب يعني شخصيه كبيره في عالم التحكيم من الخارج، وفكره اصلاح المنظومه التحكيميه في مصر، ودي تابعه لفكره اصلاح اصلا منظومه كره القدم المصريه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اتكلمنا عن مايكل كلايتنبرج وان هو تم استقطابه، طبعا هو رئيس لجنه الحكام. هو بقى كنا بنشوف الوضع من وجهه نظره ازاي في التحكيم في مصر، هو كان ليه بقى بعض التعليقات امبارح على المباراه. يعني اول حاجه هو شرح كالعاده الحالات التحكيميه لمباريات الجوله السادسه، وفيما يخص تحديدا مباراه الاهلي وغزل المحله هو نرجع كده بيها شويه، وقال انه تدخل وقتها لاعب غزل المحله في حق اكرم توفيق لو حضراتكم فاكرين كان يستحق وقتها بطاقه حمراء، لكن التدخل هدد ليه؟ لان التدخل هدد سلامه المنافس، دي نقطه. بعد كده اختلف كمان مع قرار الحكم باستمرار اللعب بشكل طبيعي، يعني قال لك هو ده ازاي حصل. وفي حاله اخرى كمان اتفق كلايتنبرج مع قرار حكم الساحه بعد ما احتسبها مخالفه على محمد الشناوي لما حصل التحام وصل يعني خلاله ليه الكرة من امام من امام عبد الرحمن عاطف لو حضراتكم فاكرين، واشار الى عدم اتفاقه مع قرار حكم الفيديو باستدعاء اصلا الحكم لمراجعه يعني اللقطه. يعني دي بعض الامور، ومنها برده حاجات ثانيه. في حاله كمان ثالثه بنفس المباراه كان اختلاف كلايتنبرج مع حكم الساحه وحكم الفيديو في عدم احتساب ركله جزاء لاكرم توفيق بعد تدخل من مدافع غزل المحله. يعني عايز اقول لك اللي انا بدي امثله بس يعني الاختلاف هنا كمان مع حكم الفيديو وحكم الساحه، يعني المشكله ان حتى لو اتفق مع حكم الفيديو والساحه ستيل انت عندك مشكله موجوده في التحكيم. ف انا مش عارفه بقى القصه دي ازاي ممكن ان هي تحل لما انت بتجيب
شخصيه كبيره زي مايكل كلاتنبرغ وبتمسكوا قضيه هنا حل مشاكل التحكيم في مصر، وما زال في قضايا زي دي وما زال في امور صعبه، لان احنا بنتكلم حكم فيديو ساحه الاثنين بيتفقوا والقرار بالنسبه لكلاتنبرغ غلط، فمش عارفه بقى حلها ايه بصراحه يا كريم. هتبقى شان داخلي ما بينهم يعني كمسؤولين عن هذا الملف، واتمنى ان احنا الفتره اللي جايه ما نقفش بقى عند التفصيله دي، لان احنا وقفنا عندها كتير قوي شويتين اللي فاتوا، ونتج عنها كمان ظلم مدين يعني طبعًا. حتى لو ما اتكلمناش عن نفسنا، وممكن وجيت الحق لو حابين نتكلم عن نفسنا في النقطه دي، ده احنا ممكن نقضي الحلقه كلها. في فتره من الفترات الاهلي كان بيتعرض وتحسي لمؤامره كونيه، وبالذات فيما يتعلق بالتحكيم، لكن بشكل عام احنا يهمنا ان المنظومه التحكيميه بشكل عام يتظبط ادائها وينصلح حالها، عشان ده من مصلحه كره القدم المصريه بشكل عام، مش من مصلحه فريق بعينه. طيب تعالوا بقى نروح للجهاز الفني لمنتخب مصر طبعا بقياده فيتوريا، اللي امبارح واصل جولاته في قطاعات النادي المختلفه وزار النادي الاهلي فرع مدينه نصر، وكان في استقبالهم كابتن خالد ديبو رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وتفقد فيتوريا ملاعب الناشئين والاكاديميات المختلفه عشان يتعرف على المدربين وطرق العمل داخل النادي، وبعدها عقد جلسة مع كابتن خالد ديبو وشريف عبد الفضيل وعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم التطرق خلال القعدة دي لطريقة العمل بقطاع الناشئين، السلبيات اللي هم بيواجهوها، الإيجابيات اللي هم موجودة عندهم، الطرق اللي بيتعاملوا بيها مع مختلف الأمور دي، كانت نقطة مهمة جدا. أنا شايف يعني من وجهة نظري إن اللي بيعمله فيتوريا ده شيء في منتهى الأهمية، لأن أنت فعلا لو عايز تبني قاعدة لاعبين على أعلى مستوى لازم تبدأ بالناشئين وتهتم بكل تفصيلة من تفاصيلهم، لأن دول لو ظبطت الدنيا فيما يتعلق بيهم أكيد بعد كده هتستريح كتير، وهيبقى عندك أبطال مستقبليين تقدر تستفيد من خدماتهم. يعني احنا شايفين بعض اللقطات برضو اللي بتتكلم عن النقطة اللي انت كنت بتشرحها يا كريم، والجوله طبعا في قطاع الناشئين اللي بشوفه من اهم القطاعات اللي طبعًا. ممكن ان هي تبقى موجوده لاي نادي في العالم، ده المصنع، ده الاساس اللي بيبنى عليه مستقبل كمان الفرق المختلفه. ولو احنا هنتكلم عن نفسنا النادي الاهلي، احنا عملنا كمان في 10 الصبح في الاهلي اكثر من جوله في قطاع الناشئين، وعرضنا لحضراتكم لحظه بلحظه اللي بيتم والصوره بشكل حي والكواليس اللي هناك من وقت التقديم حتى والتدريبات والاختيارات والحاجات اللي زي كده، وعملنا لقاءات مع الاهالي وشفنا مشهد كان جميل يا كريم لو انت فاكر التصوير الخارجي ده والتقرير الخارجي اللي عملناه. احنا رحنا صورنا من بدري جدا، كانت الناس بتتوافد من الساعه 6 الصبح، يعني من 6 الصبح الاختبارات تقريبا كانت على الساعه 11، من 6 الصبح الاهالي متوافده مع ولادها من كل المحافظات. انا عملت لقاءات مع اهالي جايين من كل محافظات مصر تقريبا، فشيء محترم، وكلهم عندهم امال ان ولادهم يوصلوا ويبقوا لعيبه في النادي الاهلي ويبقى ليهم مستقبل كبير ويحققوا انتصارات كبيره. بالتالي ده حلم ناس كتيره جدا ان ولادهم يكونوا يعني منضمين لصفوف الفريق الاول للنادي الاهلي، فحاجه محترمه، وان شاء الله مزيد من التالق ويبقى في كوادر حلوه كمان وعندك مواهب حلوه. احنا بنشتغل على ده، ونتمنى يكون في ناس بتضيف للنادي الاهلي في المستقبل زي ما ناس كتيره ونجوم كتيره جدا خرجت من قطاع الناشئين. يعني انا مش عايزه اقول حدث ولا حرج، اسماء كبيره كبيره جدا يعني تالقت ونجوم تالقوا مع النادي الاهلي وقدموا كتير جدا، نتمنى كمان يبقى في استمراريه لهذا الامر. طيب ما تودينا بقى على المونديال. انا عايزه اروح معاك للمونديال. أيوة. والمونديال هنبدا كمان مبارياته خلاص، زي ما حضراتكم عارفين نصف النهائي اتكلمنا في الموضوع ده، بس هيكون الساعه 9 تحديدا، وهنرجع نقول ماتش قوي جدا طبعا الارجنتين وكرواتيا، ولقاء مش سهل، ولقاء ما تقدرش تقول ان هو محسوم لحد، الناس تقول لك لا خلاص اللقاءات الاخيره دي بتبقى محسومه، بتبقى عارف الادوار الاخيره دي ما بيبقاش فيها تكهنات كتيره، ما بيبقاش فيها يعني استراتيجيات، كل حاجه معروفه، كل منتخب مستواه معروف، لكن فعلا انت ما تقدرش بتحديدا في المونديال ده انك تحسم حاجه. يعني الارجنتين بقياده هنا هتكلم ميسي فرقه هجوميه من الدرجه الاولى، طيب في المقابل عندك كرواتيا بقياده مودريتش كمان فريق منظم دفاعيا صحيح. جدا جدا بشكل لا غير طبيعي، احنا شفنا ده بصراحه لحد هذه اللحظه، فماتش ممكن ان هو اعتقد توقعاتي ان ممكن ان هو يوصل لوقت كمان اضافي ويكون فيها ركلات ترجيح. على كل حال احنا عايزين نستمتع للمونديال من اول ما ابتدى، احنا بنستمتع بيه بصراحه. الواحد حتى تعليقات كتير كانت ناس تقول لك انا مش قادر اتفرج بعد كده على كره اخرى، ف
بيتكلموا على الكره المحليه يعني بتاعتنا طبعا اكيد. مش مهم بقى يا كريم. بيني وبينك احنا بنلمح ما بنقولش. انت بقالك شويه عينك واخده على مستوى عالي على حاجات كتير وعلى لعب كره قدم كما ينبغي ان يكون وعلى ملاعب يعني ممكن نحدث ولا حرج وعلى منتخبات قويه فيعني لعله خير. هنقول ايه؟ لعله خير. طيب لقاء بكره بقى ده اللقاء اللي كل قلوب العالم العربي متعلقه فيه ومتشعبطه فيه ودعوات العالم العربي كلها لا تنقطع للمنتخب المغربي. اللقاء اكيد هيكون في منتهى القوه. فرنسا والمغرب كلنا منتظرين بكل قلق وفي نفس الوقت بكل ثقه. يعني برضو عندنا ثقه في منتخب المغرب انه ان شاء الله يقدر يحقق مش الانجاز ده الاعجاز ده ويوصل بينا للدور النهائي. يبقى المغرب بيلعب كطرف رئيسي في نهائي كاس العالم. وبالمناسبه يعني اعلنت كمان شركه الخطوط الجويه المغربيه ان هي امنت بالفعل جسر جوي بيشمل تسيير 30 رحله طيران ما بين الدار البيضاء والعاصمه القطريه الدوحه طبعا لدعم المنتخب المغربي في مباراه نصف نهائي كاس العالم. طبعا كلنا عارفين مدى اهميه الدعم الجماهيري وطبعا كمان ما ننكرش الجهود العظيمه والتشجيع المنقطع يعني النظير اللي كان موجود من جنسيات تانية غير مغربية جاليات عربية أخرى موجودة في قطر كلهم كانوا بيهتفوا باسم المغرب وكانوا حقيقي في ظهر كل لاعب من لعيبة منتخب المغرب. أكيد الكل هيكون بكرة إن شاء الله في الميعاد لمساندة المغرب. بنتمنى لهم كل التوفيق يا رب إن شاء الله. خليني بس اقول لان كان في امبارح لقطه عجبتني جدا قبل ما نطلع فاصل لازم نتكلم عنها ونشيد بيها بصراحه. امبارح كان في ماتش الاهلي والاتحاد السكندري مشهد جميل جدا لفريق هناك اسمه فريق السبارتا. ده فريق سبارتا ده من التشيك كان موجود وكان حريص ان هو يحضر المباراه بين الاهلي والاتحاد السكندري. وعايز اقول لكم كانوا بيشجعوا في النادي الاهلي بشكل كبير جدا. هم المفروض موجودين عشان عندهم معسكر وهيلعبوا يعني مع الناشئين عندنا 2005. فبرضه كانت لقطه جميله وكانوا حريصين ان هم يقعدوا يصوروا وغيره. خلينا نتابع كده بعض اللقطات كمان اللي مجهزينها لحضراتكم عشان تشوفوا بنفسكم. اكيد لقطات جميله وفكره كمان ان يبقى في فرق اجنبيه وبتطلع يعني قطاع الناشئين او فرق الناشئين بتوعها ويجوا في مصر ويعملوا معايشه ويعملوا معسكر ويلتقوا مع ناشئين النادي الاهلي من خلال لقاء ودي. كل دي حاجات لطيفه وبرده بتوريكي ان انت ايه بيت خبره انجاز التعبير برضو. انت مهم ان انت تعمل مباريات وديه زي كده كمان. النهارده المباراه هتكون في اهلي مدينه نصر يعني مع الناشئين زي كنت بقول لحضراتكم 2005. وده حلو ان انت من البدايه من قطاع الناشئين انت بتعمل وديات حلوه مع فرق. على فكره فريق سبارتا التشيكي من الفرق هناك برضو الحلوه او الثقيله. فده كويس اعتقد في الاول في الاخر يفيد يعني قطاع الناشئين طبعا عندنا. مفيش شك. وبعدين فكره كمان انت تحت يعني الواحد يحتك بفرق اجنبيه طبعاً. من صغره دي هتوريكي يعني دي هتخليكي تبقي واثقه من كواليتي اللعيبه بتوعك بعد ما ينضجوا ان هم خلاص من صغرهم متعودين على اللعب حتى في المباريات الدوليه. فكل دي حاجات مفيده جدا الحقيقه. بص القطاع ده هنرجع نقول تاني قطاع في غايه الاهميه طبعا. ولازم يكون في شغل وفي تطوير من البدايه. يمكن كمان لو هنتكلم والحق يقال لما جه كابتن خالد بيبو ومسك هذا القطاع وتولى يعني المهام فيه انا اعتقد ان هو في طفره كبيره جدا اتعملت او تحققت على الارض. احنا شفنا تاني ده بعيننا ورحنا وصورنا لحضراتكم ووريناكم جوانب مختلفه. يعني انا بشوف ان ده كان مهم جدا. مش فكره مش كمان ان انت اي حد بيقدم بيتاخد مش اي حد نفسه يبقى مع الفريق في الناشئين او غيره لا الموضوع صعب. وانا بقول لك انا رحت صورت هناك يعني تقرير خارجي الاختبارات صعبة ومش اختبار واحد ولا اتنين ده انت بتعدي بستيجز وبتعدي بمراحل وفي الاخر كمان بيتم تقييمك فردي. يعني موضوع صعب جدا لكن يستحق زي ما كنت بقول لحضراتكم الزحمة اللي كانت موجودة المشاهد الحلوة اللي احنا شفناها. ده بيأكد قد ايه ده حلم ناس كتيرة سواء اطفال ان هم يعني ينضموا للنادي الاهلي او اهالي ان هم نفسهم ان هم يا اولادهم ينضموا للنادي الاهلي. وعايز اقول لك كان في اهالي حتى لو من القاهرة
يعني كانوا بينتموا لنوادي مختلفة بلا ذكر اسم بعينه، بس ولادهم عايزينهم ينضموا لناشئين النادي الأهلي. يعني هنقول إيه؟ نحاول نرجع بعد الفاصل وناخد معانا كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين علشان نعرف منه برضو تفاصيل هذا التطور اللي حاصل في هذا القطاع. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نروح على فرع النادي الأهلي بالجزيرة، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح وهي جاهزة عشان تعرفنا كل الأخبار وكل المستجدات. يا مريم صباح الفل عليك، اتفضلي. يا ترى سمعاني يا مريم؟ صباح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوندو، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا هنقل لكم في هذه الجولة كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، وأيضا يعني الفرق الرياضية الأخرى، وطبعا أكيد الفرق أو الأخبار المتعلقة طبعا بنشاطات النادي المختلفة. بدايتنا طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي بعد فوزه طبعا امبارح على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0. أكيد طبعا في إحدى كلاسيكيات كرة القدم أكيد شفنا أداء كبير جدا من فريق النادي الأهلي، وعقب هذا الفوز طبعا يعني بيستأنف الفريق تدريباته النهاردة. الحقيقة يعني تجمعوا منذ قليل والمران هيبدأ الحقيقة خلال الدقائق القليلة المقبلة، ده طبعا استعدادا لملاقات نادي فيوتشر ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز. طبعا يعني مباراة نادي فيوتشر هتكون إن شاء الله يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء. وطبعا يعني يمكن زي ما احنا عارفين ان مباراة الاتحاد السكندري اللي اتلعبت امس طبعا دي كانت مؤجلة من ضمن الجولة الرابعة او من الجولة الرابعة الاسبوع الرابع للدوري الممتاز، طبعا اللي كانت المفروض يعني كانت تكون في يوم 8 نوفمبر، والحقيقة ان هي اتلعبت امبارح. واكيد طبعا بهذا الفوز رفع النادي الاهلي رصيده ل 18 نقطة محققا العلامة الكاملة في الست مباريات اللي خاضها. طبعا اكيد ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي خلال المباريات المقبله، وان هو يقدر او يستكمل يعني حفاظه على صدارته في جدول ترتيب الدوري الممتاز. ننتقل بقى طبعا لاكيد اخبار ناشئ النادي الاهلي، واكيد طبعا اللي بيحققوا يوم بعد يوم ارقام كبيره واكيد نتائج يعني مبهره للنادي الاهلي. طبعا البدايه مع اهلي 2006 اللي حقق الفوز على نادي امبي بهدف دون رد، طبعا على الرغم من ان النادي الاهلي خاض هذه المباراه خارج ارضه على ملعب امبي. طبعا ده كان في الجوله السادسه في بطوله الجمهوريه، وطبعا بهذا الفوز رفع اهلي 2006 رصيده ل 14 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين. أيضا شباب النادي الأهلي مواليد 2001 فازوا على حرس الحدود بنتيجة 5-2، وده ضمن الجولة ال11 من دوري الجمهورية للشباب. ننتقل بقى للألعاب الأخرى، وطبعا رجال سلة الأهلي زي ما احنا تابعنا امبارح طبعا في ربع نهائي كاس مصر، الحقيقة ان هو قدر ان هو يحقق الفوز على نادي سموحة بنتيجة 91-48. وطبعا يعني شفنا اكيد ان رجال سلة الاهلي قدروا ان هم يحافظوا على مجريات كل المباراة في الفور كوارترز، وان هم يحققوا الفوز طبعا في هذه المباراة، والحقيقة ان هم سيطروا على المباراة كاملة من اول طبعا المباراة حتى انتهاء المباراة، طبعا زي ما انا قلت في البداية بنتيجة 91-48. وبكده طبعا يكون رجال سلة الاهلي تأهلوا لنصف نهائي كاس مصر، والحقيقة ان احنا بنتمنى لهم ان هم يعني اكيد يحصلوا على هذه البطولة. ايضا سيدات سله الاهلي فازوا على الجزيره بنتيجه 80-67 ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. وطبعا اكيد ناشئات سله الاهلي ايضا فازوا او تحت 14 سنه فازوا على الشمس بنتيجه 70-48 ضمن بطوله منطقه القاهره. ننتقل بقى ليعني اخبار طائره الاهلي، وناشئات طائره الاهلي تحت 14 سنه فازوا على نادي فازوا على نادي الزمالك طبعا بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الدوري. الحقيقه ان هي كانت مباراه هامه جدا امبارح، والحقيقه ان قدروا ناشئات طائره الاهلي تحت 14 سنه ان هم يحققوا الفوز على نادي الزمالك بنتيجه 3 أشواط دون رد من نادي الزمالك. اخيرا بقى يعني ننتقل لاكيد الاخبار الخاصه بنشاطات النادي الاهلي، وطبعا عقب زي ما احنا تابعنا خلال الاسابيع الماضيه عقب طبعا يعني الاعلان عن شركاء النجاح مع النادي الاهلي لمده 4 سنوات
سنوات مقبلة، طبعا بداية من شركة اتصالات مصر، طبعا الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي، أيضا مرورا طبعا ببنك أبوظبي الأول مصر، ثم طبعا زي ما احنا تابعنا أول أمس الأحد والراعي الثالث أو الشريك الثالث وهي شركة جي ال سي. الحقيقة أن النادي الأهلي مستمر في نجاحاته مع شركاء النجاح طبعا خلال الفترة المقبلة أو خلال الأربع سنوات المقبلة. النهاردة إن شاء الله في إحدى فنادق القاهرة طبعا بيقام مؤتمر صحفي في تمام الساعة 1 ظهرا، ده طبعا علشان يعني الإعلان عن عقد الرعاية الرابع، وهو الخاص بقى بالرعاية الطبية مع شركة إدام طبعا للخدمات الطبية، ده طبعا علشان يعني مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيكون حريص طبعا إن هو يقدم الرعاية الكاملة لطبعا العاملين في النادي الأهلي، سواء طبعا أعضاء أو عاملين وطبعا أسر المشتركين في النادي الأهلي، وده طبعا اللي هيتم الإعلان عنه النهاردة في هذا المؤتمر الصحفي الهام. طبعا إن شاء الله أكيد هيكون في كل التفاصيل الخاصة بالرعاية الطبية للنادي الأهلي والخدمات اللي هتقدمها أيضا شركة إدام للمشتركين في النادي الأهلي، يعني كل الأعضاء سواء الأعضاء العاملين أو أسرهم أيضا، وإن شاء الله نشوف نجاحات كتير جدا مع الشركاء الأربعة اللي تم الإعلان عنهم خلال الفترة الماضية، ونشوف طبعا الخدمات اللي هتقدم من خلال هذه الشركات لأعضاء النادي الأهلي وكل العاملين فيه خلال الفترة المقبلة أو تحديدا الأربع سنوات المقبلة. طبعا دي كانت كل أخبارنا من داخل النادي الأهلي، طبعا سواء الفرق الرياضية وطبعا الفريق الأول لكرة القدم اللي احنا بنتمنى له التوفيق يوم الجمعة المقبل أمام نادي فيوتشر، وأيضا طبعا الأخبار الخاصة بيعني عقد الرعاية الطبية للنادي الأهلي. كلها أخبار جميلة الحقيقة، بنشكرك عليها وعلى التغطية دي، جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وأكيد كلنا بنتطلع للأفضل وبنتمنى إن شاء الله أن تؤتي هذه الشراكات ثمارها في القريب العاجل ونشوف لها انعكاسات طيبة. النادي الأهلي كالعادة كيان كبير جدا، وبطبيعة الحال من المنطقي أنه هو كمان بدوره يستقطب كيانات كبرى أخرى في مجالات مختلفة ويكون في تكامل ما بيننا وما بينهم، إن شاء الله تؤتي ثمارها هذه يعني الخطوة الهامة جدا بإذن الله. كابتن خالد بيبو رجع لنا مرة تانية، كابتن خالد بيبو معنا على التليفون رئيس قطاع الناشئين. يا كابتن خالد في البداية صباح الفل على حضرتك. يا صباح النور، اهلا بيك، وسعداء بجد باللي بيقدم في قطاع الناشئين، وانا قلت لحضرتك قبل كده الكلام ده حتى لما تقابلنا هناك وعرضنا يعني الصوره زي ما بيتقال صوره حيه على التقديم والاختبارات والاهالي ازاي كانت موجوده تقريبا من الساعه 6 الصبح وجايين من كل المحافظات، ده اكيد بياكد نجاح هذه المنظومه، بياكد قد ايه في رغبه شديده في الانضمام لهذا الكيان المحترم. في كان كمان نقطه عايزه اتكلم مع حضرتك فيها انا وكريم، وهي فكره زياره فيتوريا، انعكاسات هذه الزيارة، إيه الكواليس اللي حصلت، إيه الحكمة كمان من إن هو كان يزور قطاع الناشئين، اتحدثتوا عن إيه حتى خلف الكواليس، خلينا نعرف من حضرتك كابتن خالد بداية. طبعا صباح الخير، وأنا سعيد إن أنا موجود معاكم، وصباح الخير على كل مشاهدي النادي الأهلي، ويعني أنا سعيد إن أنا موجود معاكم وإن إحنا بنتكلم في حاجة كنا نتمنى إن هي تحدث من زمان، وطبعا المدير الفني لمنتخب مصر، وقلنا يعني حاجه كويسه جدا يعني ان هو فكر ان هو يجي يشوف الدنيا ماشيه ازاي ويشوف قطاع الناشئين ماشي ازاي، ويتكلم عن اللعيبه المؤهلين في قطاع الناشئين ويشوف يشوف امكانيات قطاع الناشئين، واتعامل معاه برزنتيشن كويس جدا، شاف احنا بنشتغل ازاي، وزار النادي وزار الملاعب، يعني كان زياره كانت كويسه جدا، يعني تقريبا قعد ساعتين ونص جوه النادي، فزياره مش قصيره يعني ان هو جاي، لا لا يعني جاي يشتغل، وانا بصراحه يعني سعيد جدا بالزياره، سعيد جدا بالكلام اللي اتقال فيها طبعا، فنتمنى ان شاء الله ان هو هيتحقق ويبقى هو ده اللي احنا بنفكر فيه في الفتره الجايه، ازاي يبقى في يعني ازاي تقدم للكره المصريه بشكل خاص، لان ده حاجه تهمنا، وكل الناس شايفه طبعا في الفتره الاخيره يعني منتخب المغرب وبتقارن دايما بان منتخب مصر المنتخب المغربي ازاي وصل للادوار دي واحنا لا، فلا موضوع كبير جدا يعني لازم يتحل طبعا، ولازم يبقى ليه بدايه. البدايه دي هي اللي هتخلينا نوصل ان احنا نوصل ابعد من كده كمان، احنا عندنا كل العناصر اللي تساعدنا ان احنا نبقى كويسين، بس هي لازم كلها تتركب وتتحط مع بعضها وتتركب بشكل كويس
وان شاء الله تبقى في حاجه كويسه في السعوديه باذن الرحمن. كابتن خالد، يعني برضو من اللقطات الجميله اللي كلنا تابعناها امبارح اثناء مباراه الاهلي وشفنا فريق سبارتا التشيكي وعرفنا كمان تفاصيل ان هو جه وقعد عامل معسكر عندنا وان شاء الله هيكون في لقاء ما بينه وما بين ناشئين النادي الاهلي، الى اي درجه المباريات الوديه اللي من النوع ده وخصوصا مع فرق اجنبيه بتلعب كوره مختلفه، مدارس كرويه مختلفه، الى اي درجه هيبقى للموضوع ده انعكاس طيب على الناشئين بتوعنا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه برضو عايز اسال حضرتك على، يعني بحكم خبراتك بقى التراكميه السابقه، هل في اختلاف في كواليتي الناشئين اللي بيتقدموا للانضمام لناشئين النادي الاهلي دلوقتي عن زمان؟ ده سؤالين محتاجين وقت طويل جدا ان نرد عليهم. خلينا ناخد الجزء الاولاني من السؤال. طبعا الزياره دي هي بالنسبه لنا هي زياره مهمه، انت لازم تبص براك، يعني تشوف الناس بره بتشتغل ازاي، الناس بره وصلوا لسبارتا. دي فرقه من الفرق المصنفه من اكبر 10 فرق في العالم، بتصدر لعيبه ناشئين، بتخرج لعيبه ناشئين، ده تصنيف عالمي، مش احنا اللي بنقوله، يعني ده تصنيف عالمي. فرقه كويسه قوي، فرقه عندها ناشئين بيشتغلوا بشكل كويس جدا. فاحنا حابين نشوف التجربه ماشيه ازاي، نشوف احنا نقيس ولادنا على يعني على الفرقه، قدرنا ان احنا يعني يبقى في مباراه ان شاء الله هتقام النهارده. يعني احنا محتاجين حاجات كتير جدا 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 ان احنا نشوفها من خلال اللقاء ده، نشوف الناس دي بتفكر ازاي لما جم عاملين تجربه. هم طبعا هناك ما بيشتغلوش زينا كده، كل الاعمار السنيه بتشتغل معاه، لا هم عاملين زي منتخب 2006 و2005 و2004، اللعيبه المميزين بيعملوا فرقه، بيخرجوا بيها معسكرات بره، بيلعبوا ماتشات مهمه. فاحنا بنشوف بنجرب الدنيا ماشيه ازاي بره عشان احنا نوصل يعني نوصل لنقطه ابعد في الفتره اللي جايه. فهم الناس موجودين بيتمرنوا عندنا في الملاعب في مدينه مصر، وامبارح طبعا طلبوا ان هم لما يكون في مباراه للنادي الاهلي حبوا ان هم يروحوا يشوفوا الفريق الاول. فطبعا اداره النادي على طول لبت الطلب ويعني دخلوا المباراه، وزي ما شفناهم احنا عارضين بالفعل الفيديو لحظه دخولهم الاستاد ومتابعه فعاليات الماتش. فطبعا يعني بشكر طبعا الدكتور سعد لما انا كلمته في وقت كان متاخر جدا، وقدرنا ان احنا بسرعه جدا ان احنا نوصل لهم الامكانيات المناسبه ان هم موجودين في المباراه بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق بيهم طبعا. فطبعا هم كانوا سعداء انت عارف النادي الاهلي، يعني اي حد يخش الاستاد ويشوف النادي الاهلي لازم يبقى مبسوط، يعني طبعا من حسن المقابله، والنادي الاهلي طبعا نادي كبير. فطبعا الجزء ده خلص اللي هم موجودين، ان شاء الله نعمل مباراه النهارده ويبقى فيها لقطات كده تتذاع في قناه النادي الاهلي ان شاء الله، الماتش هيتصور ان شاء الله يتذاع. طبعا الجزء الثاني طبعا اللي انت بتتكلم فيه اللعيبه طبعا اختلفت عن زمان، يعني زمان كانت كلنا كنا لما بتروح اختبارات كنا اللعيب كان بالفطره، كان الموهبه بتجيلك من انت بتكتبها من الشارع، من اللعب الكتير في الشارع. دلوقتي بقى في اكاديميات بالظبط بتعلم طبعا وبتشتغل، بس للاسف يعني في جزء طبعا جيد وفي جزء مش جيد. في الجزء الجيد ان الولاد من السن الصغير ابتدى يتعلم حاجات كتير جدا، بس في الجزء اللي مش سيء لانه بيتعلم حاجات غلط، يعني ان الناس كلها طبعا الولد لو ما طلعش من الملعب هدومه يعني مش نظيفه انا مش فاهمه يا كابتن خالد، بيتعلم حاجات غلط لو لعب من في الاكاديميات، ولا حضرتك بتتكلم على اللعب اللي هو زمان الشارع اكتر؟ لا انا بتكلم على دلوقتي. زمان خالص، احنا دلوقتي بنتكلم في العصر الحديث، يعني فبيجي لك ولد بيشتغل يعني اتمرن كتير قوي، فممكن تلاقي الولد اتعلم حاجات غلط في اللعب، او ان هو بيبقى بياخد اوقات تمرين ازيد من اللازم. ان اولياء الامور دلوقتي بيضغطوا على زمان كنا احنا عشان تلعب لازم، يعني الاهل كانوا بيقول لك لا ما تلعبش، فكانت دي بيبقى فيها رد فعل. دلوقتي واولياء الامر ممكن يخرج الولد من المدرسه عشان مش يلعب، فالافكار طبعا اختلفت، بس طبعا ده بتخلي ان اولياء الامور
بقى بيضغطوا على الولاد بطريقه مش صعبه جدا. يعني انت بتقول الولد صح من الصبح من الساعه 6 رايح المدرسه، وبعدين من المدرسه على تمرين النادي، بعدين من النادي على تمرين برايفت، بعدين تمرين برايفت على تمرين السباحه، وبيرجع تاني شهر، فتلاقي الولد بيشتغل يبدا يومه من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل. فطبعا الولد بيجي يوصل 15 16 سنه بيتحرق، ما بقاش عضلاته كلها مش مستحمله اي حاجه، وكمان درجه الاسعاف بتاعه بتقل. فاحنا يعني اولياء الامور رفقا بس بالاولاد، لان في السن الصغير ما ينفعش ان انت تهلك الولد بالشكل ده، وان انت تفضل طول النهار بتلف بيه. انت اي ست دلوقتي يعني العربيه بتاعتها لو معاها عربيه تبقى فيها ثلاث اربع شنط، شنطه المدرسه وشنطه النادي وشنطه البريك. حرام الولد الصغير الضغط اللي بيحصل عشان على الولاد كتير جدا 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 جدا. اولياء الامور بقى في الموضوع ده بقى عندهم شراسه مش طبيعيه، بان هو ابني لازم كل حاجه، يعمل كل حاجه في التوقيت ده وهو صغير. لا، الولد الصغيرين لازم يعيش حياته، لازم يروح المدرسه ويلاقي وقت ان هو يذاكر، ويلاقي وقت ان هو يتمرن، ويلاقي وقت ان هو يخرج يقعد مع اخواته في البيت ويقعد مع اسرته، ويلاقي وقت ان هو عنده اصحاب. لازم الولد يعيش عيشه طبيعيه. انما اللي بيعملوه اولياء الامور في الولاد ده بصراحه مش هيبقى فيه بعد كده مستقبل ليهم. الولد بيبقى عنده 10 12 سنه بقول بيضغط ضغط مش طبيعي، بعدين هو بيبقى قاعد ولي الامر قاعد طول الوقت عمال يوجه فيه وبيزعق له وانت وحش. ما ينفعش الولاد الصغيرين في السن الصغير ده لازم تطبطب عليه، ولازم ان هو يحب الرياضه، ولازم ان هو يبقى رايح التمرين وهو مبسوط، رايح المدرسه وهو مبسوط، عشان تقدر تاخد منه حاجه. انما فكره ان الولد مضغوط من المدرسه ومضغوط من التمرين ومضغوط من ولي الامر ومضغوط من البرامج، لا، انت هتطلع ولد سليم ازاي؟ بس كابتن خالد، يعني في مرحلة سنية ما ولو هنتكلم بداية الاحتراف بتهيألي الوضع بيبقى شوية مختلف. يعني انت ساعتها فعلا بتبقى عايز الديديكيشن، او الواحد يبقى خلاص مش شايف غير كرة القدم، وده يمكن بيحصل في او مع لعيبة اوروبيين تحديدا او عالميين، خلاص هو لازم يحترف ويبقى مش مركز غير في هذا الامر، حتى لو ممكن في بعض الاحيان بيجي على سبيل دراسته. يعني هل ده برضو صح ولا غلط من وجهة نظرك؟ والنقطة الثانية سريعا عايز اروح مع حضرتك فيها، لان احنا عاملين قطاع الناشئين حاليا، وانا كنت بقول لحضرتك في طفره حلوه شايفينها على الارض. لو كلمنا هذا الموسم يمكن 2001 وحضرتك تصلح لي، وخمسه وسته وسبعه دلوقتي محققين فوز على كل الماتشات او في كل الماتشات على فريق ناشئين الزمالك، فده برضو ان دل على شيء فيدل على طفره كبيره حاصله على الارض. خلينا نروح مع حضرتك برضو للنقطه دي. بص، انا الكلام اللي انا بقوله ده على الولد اللي هو سنه 10 و12 و11 13، الكلام ده كله في السن الصغير ده الاساس. تبني في الاساس كويس قوي، تقدر بعد كده تقدر الولد لما يوصل 14 و15 سنه يطلع لك سليم بدنيا، ما يطلعش ان هو اتهلك بدنيا، ما يبقاش ان هو الولد عضلاته كلها خلاص ما بقاش تحملها. طبعا اللي انت الجزء اللي انت بتتكلمي فيه ده طبعا خلاص، هو بعد ما يوصل لل 16 و17 سنه هو دخل في سن احتراف. الكلام ده انت بتتكلمي في اوروبا ممنوع ان الولد يبقى محترف اقل من 16 17 سنه، يعني ده في اوروبا. انت ما تقدرش انت في مصر تودي ولد محترف لما يكون عنده 18 سنه، فاهم قصدي ايه؟ هم ما بيقبلوش ولاد، ما بيقبلش ولد اقل من 18 سنه، لازم يكون عنده 18 سنه عشان يقدر ياخده بره، فاهم قصدي ايه؟ فهو طبعا يعني اللي انا بقوله لك ده يعني دي العالم كله بيشتغل كده. احنا بس يعني اسمها حتى التنس الصغير ده ال 10 وال 11 ده كله ده اسمها مهرجانات براعم مش بطولات. يعني هو اصلا ما بتتحسبش المكسب والخساره، فانت اصلا ضاغط ولد على مكسب وخساره، ابتدوا الاهالي بيحسبوها مكسب وخساره. انا بتكلم في الجزئيه دي فرصه معاكم، لان انا عايز الولاد يبقوا طالعين يعني سليم بدنيا وسليم نفسيا وسليم يقدر يستوعب كل ما يكبر، يقدر يتعلم حاجه جديده. طب هل النقطه دي كابتن خالد راجع عليه زي ما حضرتك ذكرت مشكله عند الاهالي تحديدا، ولا مشكله في بعض الاكاديميات اللي هي موجوده وبلا ذكر اسماء، هي مختلفه وموجوده في انحاء مختلفه، لكن ربما مش بتادي الشغل السليم على الارض، وبالتالي ممكن تؤثر بدنيا على البراعم زي ما حضرتك اتكلمت من سن صغير جدا؟ لا، هي مشكله اولياء امور، مش بس يعني عشان الولد في السن الصغير ده المسؤول عنه هو ولي الامر. تمام. هو اللي بيقعد يلففه اللفه دي، لانه هو مقتنع ان الولد لما ياخد حاجه زياده عن زمايله هيفرق، على ممكن يفرق دلوقتي،
ممكن يبقى طالع عنه دلوقتي، بس بعد شويه هتلاقي الصغير اللي هو طالع بالشكل الطبيعي هو اللي بيفهم. انما في السن الصغير ممكن تلاقي ولد جسمه اقوى اسرع. تمام، يعني هي النقطة في الضغط من سن صغير على هذه البراعم. طيب النقطة الثانية كنت بتكلم مع حضرتك فيها، فوز وتألق ناشئين الأهلي يعني 2001 و5 و6 و7 حتى هذه اللحظة في ماتشات مختلفة على ناشئي الزمالك، برضو ده راجع لإيه؟ خلينا نعرف منك. والله طب بص، المكسب ده حاجة طبعا يعني بمكرم من عند ربنا، أنت بتشتغل وبتتعب وبتجتهد وبتحاول إن أنت تضم العناصر المميزه اللي تفيد الفريق، نحط البرنامج. احنا تقريبا اول نادي كنا اشتغل في الموسم ده، بدانا الموسم بدري جدا، عملنا فتره اختبارات، وبعد من فتره اختبارات عملنا فتره اعداد كويسه، فكان عندنا الوقت ان احنا نشتغل بشكل كويس. الحمد لله يعني الدنيا ماشيه كويس، وده يعني دي كوره، يعني انا ممكن اكسب وممكن يحصل تعادل وممكن يحصل خساره، ده توفيق من عند ربنا. بس اداء كويس بصراحه. بالظبط، اهم حاجه ان انت تشتغل كويس وان انت يبقى عندك دايما لعيبه جاهزه، وعندك دايما انت بتفكر لقدام عشان تفيد الفريق الاول وتفيد منتخب مصر واللعيبه تقدر ان هي حتى لو خرجت للاحتراف تبقى بشكل كويس. انما المكسب والخساره ده انت بتحاول تزرعها في لعيبه النادي الاهلي من البدايه وهو صغير، عشان ده هو هدف النادي الاهلي، هو ما ينفعش الا يبقى نمره واحد. صح، انت بتزرعها جواه ومن هو صغير. صح. انما في الاول والاخر برضو انت بتفكر في حاجه ابعد من المكسب والخساره بالنسبه لقطاع رشيد، انت بتعمل لعيب كوره كويس عشان يقدر يفيد النادي الاهلي في المستقبل والمنتخب بعد كده. رائع جدا كابتن خالد. طبعا. اشكرك انا وكريم جدا على هذه المداخله. كان معانا كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، ويمكن ذكر اكثر من نقطه في غايه الاهميه. بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. مبدئيا كده كل التحيه والتقدير لكابتن خالد بيبو ولكل القائمين على قطاع الناشئين، لان احنا بنتكلم على خط انتاج لابطال مستقبليين. والحقيقه يعني المكالمه مع كابتن خالد بيبو كانت مليانه نقاط مهمه. انا عايز اقف بس ولو لثواني عند نقطه تحديدا، فكره فعلا الضغط اللي بيتعرض له كتير جدا من الاولاد يعني في سن مبكره من الاهالي، فكره ان هم مفهوم طبعا فكره صناعه البطل، بس ما نصنع البطل من غير ما نفقد الطفل طفولته، يعني نصنع البطل اي نعم بس من غير ما نسحب منه حاجات كتيره مهمه جدا في المرحله السنيه اللي هو فيها. وبعدين في بعض الاحيان بيبقى في اهالي، وده ضغط اضافي، هم عايزين يشوفوا ابنهم كريستيانو رونالدو، هم مصرين يشوفوا ابنهم محمد صلاح، ما يمكن يكون ابنهم ما عندوش المقومات اللي تخليه محمد صلاح، فنضغط عليه، ما مش بالعافيه، لو عنده المقومات ننميها ونطورها ونلحقه باكاديميه يعني بقطاع الناشئين في مكان محترم زي النادي الاهلي، بس تاني وتالت ورابع احنا بنتكلم على مرحله سنيه الوجدان والشخصيه بتتشكل فيها، في امور مهمه جدا لا تقل اهميه باي حال من الاحوال عن التفوق الرياضي ولا التفوق الدراسي، نفسيه الطفل دي نقطه مهمه جدا. هي نقطه، وكمان طبعا بقى مع التفوق الدراسي فكره ان الطفل يعيش سنه، هي في نقطه كمان مهمه ربما تكون اهم. قصه ان انت لو انت رحت مع ولادك التمرين او حاجه، انا كنت بروح مع اخويا وهو صغير، كنا بنشوف اهالي ولادهم بيتمرنوا سن صغير جدا، يعني لو خسر لو ما فس في بطوله النادي عاملها حاجه صغيره يقعد يزعق له بابا او مامته قدام الناس، ده عنده مثلا 5 6 سنين. انت فاهم يعني ايه فكره ان انت تربي طفل اللي هو ما ينفع ما ينفعش يغلط، ما ينفعش يخسر، لا انت كده ده ضد طبيعه الحياه. الطبيعه اصلا طبعا فيها مكسب وخساره، ولا يمكن بني ادم يبقى بيكسب على طول، ده يبقى مش طبيعي، يبقى انسان خارق بقى، ما يبقاش انسان طبعا. فلازم نتقبل ان احنا نغلط ونتقبل ان احنا نقع، بس لازم نقوم، يبقى نتعلم ازاي نقوم ونعوض. لكن فكره ان انا ما بغلطش ده بيربي ناس نرجسيه اصلا في المجتمع، احنا مش ناقصين يا جماعه يعني اهو يعني ده غلط من البدايه، ده غلط جدا. فيمكن النقطه اللي ذكرها كابتن خالد بيبو مهمة، لأن هي ليها انعكاسات بعد كده في الصحة والنفسية السليمة للاعب اللي المفروض تكون مبنية من صغر سنه. فدي نقطة أعتقد كان لازم نعلق عليها، بس فعلا الأهالي عليهم عبء كبير جدا ودور كبير جدا بالذات في العمر الصغير. آخر حاجة هنختم مع حضراتكم بيها النهاردة الفقرة الأولى، وهنتكلم عن السلسلة من البطولات طبعا اللي مصر بتستضيفها واللي بتكون الحمد لله ناجحة جدا. الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري بيستعدوا لإقامة البطولة الإفريقية الـ14 للتجديف للعمومي وللناشئين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. هتستضيفها مصر فين؟ هتستضيفها في مدينة العالمين الجديدة، دي هتكون للمرة الأولى، هتكون من 16 ل 18 ديسمبر.
ديسمبر. طيب هيشارك فيها كم دولة؟ هيشاركوا 12 دولة. خليني أقول لحضراتكم مين الدول المشاركة سريعا: مصر وتونس والجزائر، مدغشقر، جيبوتي وتوجو وليبيا والصومال والسودان والسنغال، كوت ديفوار وأوغندا. طيب هتضم البعثة، هتضم 30 لاعب ولاعبة. كل التوفيق طبعا هنرجع نقول هنا لمصر تنظيميا وكمان أكيد تنافسيا إن شاء الله. طيب احنا كلامنا مع حضراتكم لم ينتهي بعد، خلونا بس نطلع فاصل سريع وبعد كده نرجع عشان نستقبل الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي اللي هنفتح معاه ملفات كتيره. خليكم معانا، اهلا بكم مره ثانيه في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وعندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه، سواء فيما يتعلق بماتش الاهلي امبارح امام الاتحاد السكندري اللي فات اصلا مع المدير الفني الجديد مستر مارسيل كولر، ورؤيه النقد الرياضي للمستجدات اللي طرأت على النادي الاهلي اداء ونتيجه بعد وجود المدرب ده. وطبعا لازم نتكلم عن ما تبقى بقى من المتعه والاثاره المونديالية، كل ده هنتكلم فيه مع الاستاذ احمد غنيم النقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الخيرات، اهلا بك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك. بونجور بونجور بونجور، وصباح النصر طبعا. امبارح كان نتيجه جميله على الاتحاد السكندري، قلنا دي مش مباراة هتكون سهلة، لكن أنا مش هروح معاك يعني في أول نقطة للأداء، أنا عايز أروح معاك لتصريحات مارسيل كولر بعد المباراة. وفكرة هنا رغم أن أنت كاسب بثلاث أهداف، لكن هو قال لك أنا غير راضي 100% عن أداء الفريق، بما معناه يعني قال لك في فرص ضايعة إحنا للأسف كتيرة كانت موجودة. فالتصريحات دي مع الفوز بالسكور ده، تشوف ده إزاي؟ الحقيقة يعني شابول مارسيل كولر الحقيقة واقعية، ودي مهم جدا في علاقته مع الجماهير. هو دلوقتي بيحاول يبني علاقة مع الجمهور الأهلي، وده أمر مهم جدا. في ركلتين جزاء اتحسبوا امبارح على الأهلي، الحمد لله بقى، لولا تألق محمد الشناوي في نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني برضه، يعني رغم ان هي يعني خارج المرمى لكن برضه محمد الشناوي كان معاها، كان ممكن النتيجة كانت ماتش كان ممكن يتصعب على النادي الأهلي. فبالتالي هو دي نقطة مهمة جدا، خاصة ان هو خلاص احنا بنتكلم رزنامة المباريات تحديدا من بداية شهر يناير هتبدأ تتضغط مع كمان قدوم دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي تجميع النقاط مهم جدا. 3-0 انا شايف نتيجه قليله، يعني لو شفت مباراه الامس لا الاهلي كان ممكن يفوز، كان في سيطره كبيره مننا، كان ممكن يفوز بنتيجه اكبر من كده بكتير. وركلتين الجزاء تحديدا انا اعتقد ده اللي زعل مارسيل كولر بشكل كبير جدا، ان ركلتين جزاء في مباراه ممكن لو فريق تاني ومعاه التوفيق كانت ممكن يخلي المباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، خاصه ان الاهلي يريد تجميع اكبر عدد ممكن من النقاط في الجولات الاولى، لانه بعد ذلك حينما تبدا بقى الادوار الجديه وخلاص دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا الامور هتبقى بالتاكيد تركيز على دوري ابطال افريقيا بصوره اكبر. وبالتالي لا، انا مارسيل كولر يعني حقيقه تصريحات موفقه جدا ليه. وايضا لما بدا برضو المؤتمر الصحفي قال انا ما صرحتش وما قلتش ان في لعيب عايز يمشي وفي لعيب عايز يرجع، كل الكلام ده انا ما قلتوش وما فيش لعيب هيمشي. ما عاوز اقول حاجه هقولها في مؤتمر صحفي بالظبط. بعيدا عن تصريحاته بقى، ايه اللي استجد في نظرك في النادي الاهلي بعد مجيء مارسيل كولر؟ الحاله النفسيه للاعبين، ده امر مهم جدا حقيقه. منذ نهايات بيتسو موسيماني ثم بعد ذلك وصولا الى قبل مجيء مارسيل كولر، الواضح ان الحاله النفسيه لعيبه الاهلي طبعا كان في طبعا ذهنين هم مرهقين، تلاحم المواسم والموضوع كان صعب جدا. لكن الحاله النفسيه بنتكلم طاهر محمد طاهر، بنتكلم في كريم فؤاد، بنتكلم في ثنائي خط الوسط، حتى ادوارهم مختلفه شويه سواء اليو ديانج او عمرو السولية. طبعا عوده اكرم توفيق مش عشان هو سجل برده الهدف، لا اكرم توفيق الحقيقه لاعب يعني لاعب بمعنى الكلمه راجل بمعنى طبعًا الكلمه طبعًا. في نص ملعب كظهير خسرناه مع منتخب مصر، اعتقد لو كان اكرم توفيق موجود في منتخب مصر في مباراتين السنغال قدام ساديو ماني كان ممكن الموضوع يبقى مختلف بعض الشيء. طبعًا. اكيد طبعا ساديو ماني واحد من افضل لاعبي في العالم، كان ممكن كان يقدم اضافه لينا في المباراتين الفاصلتين. فلا في اختلاف بصوره كبيره جدا، وعجبني جدا ان هو بيحاول اكبر يعني تجميع النقاط، هو مش عايز، لان هو عارف ان رزمه المباراه هتتضغط في الفترة الجاية، وبالتالي مش عايز يفوت أكبر يعني أي نقاط يفوتها، لأن الأهلي الحقيقة في الموسمين الماضيين واضح إنه اتعلم الدرس. نزيف نقاط الموسم اللي فات بالظبط، وكلها نقاط ما كانش ليها أي لازمة إن احنا نفقدها. وقدام فرق الحقيقة طبعًا مع احترامي الشديد يعني المفروض ما كانتش تحصل نزيف النقاط ده. صحيح. فلا يعني فواضح إن في استراتيجية هو بيشتغل بيها، نتعشى من إن شاء الله إن الفترة الجاية يكون في مزيد من الانتصارات حتى يتفرغ للحلم الأهم بالنسبة للجمهور الأهلي طبعًا. هو الأميرة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا.
طب انا لو هتكلم عن المجموعه بتاعتنا سان داونز والهلال والكوتن، بتشوف اولا تكرار سان داونز؟ هو في ايه لعنه سان داونز يعني؟ في حاجه معينه خمس سنين لحد دلوقتي؟ ده حقيقي إيه بالفعل دي؟ بيتفكرنا طبعا زي مثلا في الشامبيونز ليج كان جه فتره برضو باريس سان جيرمان وريال مدريد على طول في دور ال 16. يعني هو دي القرعه يعني. طب ده لصالحنا ولا لا؟ فكره ان انت بتلاعب نادي برضو حافظه الى حد ما، واخد على اللعب معاه، يعني هل ده بتعتبر بونت ليك او ليهم، ولا الوضع مش بيقاس كده؟ في وجهه نظري مش هيبقوا سهلين، لان سان داونز قام بتدعيمات يعني بسيط بسرعه كده، قام بتدعيمات من لاعبين من امريكا الجنوبيه، لاعب من تشيلي اعتقد، لاعب صغير في السن ليس كبير، وفي لاعب اخر برده، وفي لاعب عربي مش فاكر تونسي او مغربي على ما اتذكر، بس جابوا برده لاعب من شمال افريقيا. النقطه الثانيه ان اخر ثلاث مباريات الاهلي ما كسبش سان داونز، خسر لو تتذكر في دور المجموعات الموسم الماضي، خسر 1-0 هنا وخسر 1-0 هناك، وبالتالي المباراه عكس ما يتصور البعض، المباراه ليست بالسهل على الاهلي، لكن في نفس الوقت الاهلي الان يعني بشكل جديد بفكر جديد مع مارسيل كولر، فان شاء الله باذن الله بدايه كمان اول مباراه للاهلي هتكون هنا، لا ان شاء الله باذن الله الاهلي ان شاء الله قادر انه يعني يتخطى دور المجموعات ويتاهل كمتصدر، لان ده هيفرق معاه كتير جدا، لان مباراه دور الثمانيه باذن الله يبقى مباراه العوده تكون في القاهره وليس خارج القاهره. طيب في ناس بتسعد بان اللقاء الاول بيكون في على ارضنا وفي وسط جماهيرنا، وفي ناس تانية بتقول لك لا نفضل ان يكون اللقاء الثاني هو اللي على ارضنا. من منطلق حقيقه واقع ملموس الى حد كبير، كنت يا نهاوند اتكلمتي عنها من يعني في الجزء الاولاني من حلقه النهارده، ان في حاله النادي الاهلي بصفه خاصه ساعات كتير ما بتفرقش بالنسبه له هو بيلعب على ارضه ولا بره ارضه، لان بنشوفه متالق بره ارضه يمكن اكتر من جوه ارضه كمان. هي يمكن يا كريم ليه بفضل جزئيه ان يعني مباراه العوده تحديدا تكون في على ملعبك، لان مباراه الذهاب انت بتبقى عارف النتيجه خلصت ازاي، وعلى الاساس ده بتبدا تحضر انت عايز ايه مباراه العوده. طبعا. فلو لا قدر الله نتيجه الذهاب ما بتبقاش في صالحك، انت بتستفيد من الدعم الجماهيري، وده بيبقى امر مهم جدا خاصه في استاد القاهره، استاد مرعب جدا لكل قاره افريقيا، فده بيبقى امر مهم جدا. عشان كده انا بفضل ان الاهلي يكون متصدر لمجموعته، ده يفرق معاه كبير بشكل كبير جدا. ودي نقطه برده مهمه جدا، ان شاء الله دوري ابطال افريقيا من الموسم ده النهائي، طبعا بعد ما حدث الموسم الماضي والجدل اللي حصل فيما يخص استضافه المغرب للنهائي، هيرجع ذهاب وعوده، وده امر مهم جدا. نتعشم برضو ان شاء الله ان يكون النهائي في القاهره، بحيث ان باذن الله ان شاء الله لما الاهلي يوصل باذن الله يكون النهائي هنا، ويكون ان شاء الله الاحتفالات مع الجماهير هنا باذن الله في القاهره ان شاء الله. طب لو قيمت قبل ما نروح للمونديال برضو، خلينا شويه محليا، لو قيمت اداء النادي الاهلي مع مارسيل كولر حتى هذه اللحظه، مش عايزه كويس ووحش، انا بتكلم فنيات، يعني احنا مثلا قبل استقطاب مارسيل كولر كان عندنا مشكله في الفينال دايما، وكان عندنا مشكله ان انت ربما بتحرز اهداف او بتغير السكور بتاع النتيجه بتلوع الروح، حتى لو المباراه سهله يعني مش بتحقق ده في الدقايق الاولى زي ده اختلف السنه دي، ده اختلف السنه دي خلينا نعرف طريقه اللعب، اسلوب اللعب واضح جدا، ودي وضحت امبارح، وبالمناسبه امبارح ما لعبش مهاجم صريح، يعني بيرسي تاو مش مهاجم صريح، رغم ان الحقيقه بيرسي تاو انا يعني حظه غريب جدا برضو للاسف اصابه امبارح، رغم ان هو كان متالق جدا بالامس، ولكن ما لعبش امبارح مهاجم صريح، التحركات بدون كوره دي امر مهم جدا. هو جسمه سبب في ده يعني، قبل ما نكمل، بيرسي تاو جسمه قليل شويه، هل ده ليه علاقه ولا المشكله في ايه؟ اصل هو فعلا بيصاب كتير جدا يعني، مباراه او مباراه لا ما عنديش اطلاع على التقرير الطبي، ما اعرفش، لكن واضح ان في مشكله. بس هل الحجم له علاقه من وجهه نظرك برضو للاعب، ولا طرق التمرين أنا الاحمال؟ اعتقد يعني برضو ما عنديش، بس اعتقد ممكن طرق التدريب والاحمال دي تحديدا، هو اعتقد يبقى ممكن يبقى ليه نظام خاص، ده في وجهه نظري لازم يكون ليه نظام خاص، غريبه قوي بصراحه، لانه واضح ان الاصابات عنده كتير واصابات عضليه كتير جدا. كده ما كان ممكن برضه نفس الكلام بحذافير وينطبق على حد زي ميسي برضه، كنت عارفه انك هتقول كده والله، بتدخل فيه على طول. ميسي كان عنده مشكله في روحه، بس بيرسي تاو ارفع بكتير. انت شفته؟ انا شفته على الحقيقه. لا انا مش شفته على الحقيقه. لا ميسي يا كريم هو صغير جدا لما راح برشلونه كان عنده 11 12 سنه، كان عنده مشكله اصلا في النمو، كان عنده مشكله كبيره جدا. ايوه طبعا برشلونه لما شافوا موهبته كده قدروا يعالجوا القصه دي، وباصبح ميسي حاليا اعظم لاعب في التاريخ يعني. فهي القصه كلها انا اعتقد لابد تاو تحديدا يكون ليه تعامل خاص، معرفش ازاي طبعا، اكيد الجهاز الطبي الاهلي هو اضرب ده، لكن لما دام الاصابات كده بتتكرر، لان هو عنده موهبه واللاعب بيفرق في كل مباراه بيشارك، بيبقى فارق طبعًا جدا. صح. مع الاهلي، فخساره ان احنا نخسر موهبه زي دي، خاصه على صعيد دوري ابطال افريقيا، احنا محتاجين كل لاعب، لان طبعًا الموضوع هيبقى طبعًا مختلف جدا. صحيح. طب تعالى بقى نروح نرجع بس لبقيه الاجابه، عشان قطعتك في النص، انت كنت بتكمل يعني زي ما بقول لك، انا اهم حاجه في وجهه نظري في بيرسي تاو تحديدا
طريقه اللعب لا غير بيرس تاو، احنا كنا بنتكلم على طرق اللعب مع مارسيل كولر. طرق اللعب دي امر مهم جدا، يعني يكون في تنوع في اللعب. امبارح ما كانش لعب مهاجم صريح، يعني كان سافيو وكان احمد عبد القادر وكريم فؤاد وبيرس تاو، ما فيش مهاجم ولا واحد فيهم مهاجم سترايك رقم 9 صريح. لكن الاهلي كان كثير جدا في يعني بيضيع فرص وبيصنع فرص كتير، وهنا مش شرط ان يكون لازم يكون مهاجم صريح عشان انت تصنع فرص كتير. فبالتالي ده كان امر مهم جدا في طرق اللعب، يكون عندك طرق لعب متنوعه، ولكن في بعض المباريات طبعا هتحتاج مهاجم صريح. لكن بما شاهدته بالامس الاداء الهجومي كان اكثر من رائع، لكن ما زال عندي بعض التحفظ عشان اكون برضو صريح وامين مع الساده المشاهدين على الجانب الدفاعي، على ركلتين جزاء في مباراه واحده كتير صح. كتير وكتير على النادي الاهلي. عندك حق صحيح. طيب نروح بقى للمونديال ونبتدي بماتش النهارده. احنا خلاص بنتكلم على ماتشين اقوى من بعض الحقيقه، وكل قاعد في حاله ترقب وصعب حتى تتكهن او تتوقع النتيجه هتخلص كام كام في الماتشين، ويمكن بالذات كمان في الماتش الاولاني. فكرك القوه الهجوميه الارجنتينيه هي اللي هيكون ليها الغلبه، ولا التكتل الدفاعي يعني في المقابل بقى هو اللي ممكن يعني يخلي المنتخب المنافس هو اللي يسيطر على مجريات الامور؟ هي طبعا يا كريم مباراه صعبه جدا. كرواتيا منتخب متمرس، منتخب لغه الكره ريزل جدا طبعا، لان طبعا. من الناحيه الدفاعيه منتخب صعب، رغم بالمناسبه ان ثلاثي خط الوسط بتاعه سواء لوكا مودريتش ماتيو كوفازيتش او مارسيلو بروزوفيتش الثلاثه فوق ال 30 واعمارهم كبيره، لكن طبعا خبرات كبيره جدا طبعا. بقياده واحد من اعظم من انجبته كره القدم في وسط ملعب لوكا مودريتش من وجهه نظري طبعا. فلا مباراه تبقى صعبه جدا، ورغم قوه المنتخب الكرواتي وقوه حارس مرماه يبقى ميسي. في وجهه نظري الارجنتين لم تكن تصل لهذه المرحله من البطوله ويكون عندها امل ان هي تتوج باللقب لولا ليونيل ميسي. في ناس كتير بتقول ان المنتخبات اللي تأهلت بفضل مجهود لاعبتها، لكن الكلام لما بيجي على الارجنتين بيقول لك تأهلت بفضل مجهود ميسي. ده حقيقي يعني الباس الاسطوري اللي عمله في الهدف الاول ضد هولندا حاجه غير طبيعيه، فعل لاعب يعني سبحان الله، حاجه موهبه فطريه غير طبيعيه، موهبه لا موهبه مش طبيعيه. وبالتالي رغم ان كرواتيا يعني قوية جدا من ناحية الدفاع ومع حارس مرمى بالمناسبة من أفضل حراس البطولة ومتمرز جدا، رغم أنه بيلعب في دينامو زغرب يعني ما بيلعبش في دولات أوروبية كبيرة، بيلعب في فريق محلي في كرواتيا، لكن يبقى ميسي. ميسي إن كان في يوم مثل ما كان الحال ضد أستراليا وضد هولندا أرشح الأرجنتين بصورة أكبر، رغم أن هذا المونديال يعني أنا في توقعات ما يعني حاجة صعبة جدا بصراحة يعني، ولكن لا يعني لو ميسي في حالته الأرجنتين بنسبة ما قد تصل إلى النهائي إن كان ميسي في حالته. لو ميسي لو مش في حالته المباراة تبقى صعبة جدا على المنتخب الأرجنتيني، وبرضه الخبص المنتخب الكرواتي بقيادة مدربه زلاتكو داليتش المتمرس حاليا في المونديال قد برضه يستطيع تسيير الأمور، إلا ما استطاع خطف هدف تسيير الأمور لأشواط إضافية وركلات ترجيح اللي هو بيجودوها بشكل كبير جدا. طبعا. طب هو ليه دايما بيتقال إن حاصد اللقب مفروض بعد كده أو البطولة اللي بعدها بيبقى حظوظه مش أفضل شيء؟ لم ينطبق ده على فرنسا تماما. فرنسا متألقة لحد هذه اللحظة بشكل كبير، فرنسا من المنتخبات اللي الناس كتيرة جدا قالت لك هي اللي هتحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، وهي أكيد عندها الدوافع اللي هي نفسها تحقق ده فيه. بتشوف برضو مباراتها مع المغرب هيبقى فيها تنافسية ولا الأمر محسوم لصالح طبعا فرنسا، ولا ممكن وليد الركراكي مع بتكلم برضو معاه 23 لاعب محترف، يعني هو معاه سكواد تقيل وهو مدير فني تقيل جدا ودعم جماهيري بالملايين، منتخبات مختلفة ودول مختلفة عربية بتشجعهم وإفريقية، المقياس إيه؟ الميزان يعني زي ما تقال كده كفة مين اللي أرجح؟ منتهى الصراحة يعني منتهى الصراحة منتخب فرنسا هو المرشح الأول حاليا للبطولة. رغم أن مثلا على المستوى الشخصي برضه عشان أكون صريح مع السادة المشاهدين، أنا متعاطف مع ليونيل ميسي. إن لم تتأهل المغرب للمباراة النهائية أنا متعاطف أن ميسي يعني يفوز اليوم وياخد اللقب، لأن ميسي هو يعني أعظم لاعب في وجهة نظري في تاريخ الكورة، ويستحق أن يختم مسيرته الدولية بلقب كأس العالم، هو يعني هو هذا اللي ينقصه حاليا. وحتى لو ما فازش مش هينقص طبعا من مسيرته، لكن منتخب فرنسا كسكواد ورغم الغيابات، ونقطة مهمة جدا يا هوند أن منتخب فرنسا داخل البطولة دي وعنده غيابات مؤثرة جدا تحديدا في خط الوسط، بنتكلم على نجولو كانتي وبول بوجو، ومع ذلك الثنائي اللي لعب خط الوسط تشاوميني موهبة ريال مدريد الجديدة في خط الوسط وادريان رابيو قدموا مستويات رائعه جدا. شفنا مباراه انجلترا رغم قوه المنتخب الانجليزي في الهجمات المرتده وفي السرعات ازاي دي شامب لعب الواقعيه،
الواقعيه دي فرقت معاه كبير جدا، يعبر منتخب صعب جدا مثل المنتخب الانجليزي واستغل انصاف الفرص وحقق الانتصار. مباراه بكره مباراه يعني ليها ابعاد كبيره جدا، اولا الجاليه المغربيه في فرنسا كبيره جدا، وللاسف حصل بعض الاشتباكات بعد تاهل فرنسا على حساب انجلترا، حصل بعض الاشتباكات، ناس كتير كانت حاطه ايديها على قلبها من النقطه دي. دي النقطه دي انا بقى اخشى ما اخشاه بعد مباراه بكره ان في جاليه كبيره جدا في فرنسا وحصلت اشتباكات حتى بعد تاهل فرنسا على حساب انجلترا، فنتمنى ده ما يحصلش. المنتخب المغربي صنع انجاز بالتاكيد، اول منتخب عربي وافريقي بيصل نصف النهائي، دي خلاص هو كده يعني وصل انجاز. وليد الرجراجي يعني من دقائق قليله يعني في المؤتمر الصحفي صباح اليوم قال انا مش مكتفي بده وعايز اوصل للنهائي، طبعا هو حقه خلاص 180 دقيقه وممكن يصنع التاريخ ويحقق المعجزه اللي في وجهه نظري هتبقى معجزه للمنتخب المغربي. لا هي مباراه لك تفصلها على النهائي في الحاله دي، كره القدم فيها كل شيء يا كريم، فرنسا على الورق هي الاقرب، وانا بس انا اعتقد ان منتخب فرنسا بعد اللي شافه من عملته المغرب في اسبانيا وفي البرتغال هيعمل مليون الف حساب للمنتخب المغربي، وتحديدا فيما يخص يعني الاطراف بتاعه المغرب، حكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف نصيري، هذا الثلاثي الهجومي هيعمل ليه الف حساب، لان لو غفل دفاع المنتخب الفرنسي ممكن المغرب تعمل بس المفاجأة. عندك كل لعيبه المنتخب المغربي تقريبا يعني تقريبا بدون استثناء كلهم يعني مش اغراب ابدا عن الكره الفرنسيه، وكتير منهم كان بيلعب في فرق في فرنسا، وكتير منهم ابتدى اصلا وهو في مراحل سنيه مبكره في اكاديميات كره قدم فرنسيه، فدي نقطه ممكن تبقى لصالح المنتخب المغربي. دي نقطه مهمه جدا يا كريم، كويس انت يعني اشرت اليها. الناس كتير بتتكلم فوز لقجع والاتحاد المغربي، كل ده يعني كلام كبير جدا، هم بالفعل حاطين مشروع وخطه، بس المشروع مش اساسه الدوري المغربي مع احترامي الشديد، المشروع اساسه اللاعبين مزدوج الجنسيه، اللاعبين الذين ولدوا في اوروبا، حكيم زياش مولود في هولندا، اشرف حكيمي، سفيان بوفال، عز الدين قناحي، معظم هؤلاء اللاعبين مولودين في اوروبا، صحيح ان في بعض الناس خرجوا من اكاديميه محمد الاستاذ، ودي اكاديميه ناجحه جدا في تخريج المواهب زي يوسف نصيري زي ياسين بونو، في اسماء كبيره جدا، ولكن الهيكل الاساسي مولود بره، سواء في فرنسا في هولندا في دول اوروبيه اخرى، وبالتالي تشبع بالفكر الاوروبي. ناس كتير بتقول المغرب يعني ليه بتواجه المنتخبات الاوروبيه بدون خوف، لان هؤلاء اللاعبين بيلعبوا قصادهم، يعني هو اشرف حكيمي بيلعب في باريس سان جيرمان، بيلعب مع ميسي، بيلعب مع كيليان امبابي، بيلعب مع اسماء كبيره جدا، نفس الشيء حكيم زياش، اسماء معظم الاسماء في ياسين بونو بيلعب في اشبيليا، رامون سايس كان فتره كبيره جدا مع ويلفرهامبتون في بريمير ليج، نايف اكرد حاليا بيلعب في ويست هام، فانت بتتكلم في اسماء بيلعبوا في اقوى دوريات العالم، ومش وبالتالي هم مش خايفين من اللاعبين اللي بيلعبوهم في اوروبا، ودي نقطه فرقت معاهم. يعني صحيح ان فوز لقجع ودوره وان هو ليه مش عارف نفوذ وكل الكلام ده يعني على عيني وعلى راسي، لكن الاساس بتاع هذا المشروع اللاعبين مزدوج الجنسيه وان هم خرجوا في اوروبا في سن مبكر، نتمنى طبعا ان احنا يعني نقل التجربه هنا في مصر ونستفيد بيها، لان انا بصراحه عندي غيره عشان اكون صريح جدا مع المشاهدين، عندي غيره مليون وزياده، عندي غيره كبيره جدا من اللي عمله منتخب المغرب، يعني احنا مصر برضو يعني اكبر دوله في افريقيا ومن اكبر الدول على مستوى العربي، نتمنى ان شاء الله احنا يعني نوصل لهذا المستوى في القريب بالعاجل. بس يا كريم نقطه سريعه جدا اريد الاشاره اليها، في اعلامي مغربي اصر يعني امبارح يعني حاجه او شيء من الفتنه لما نشر تغريده، وشغال في قناه اخباريه شهيره جدا في قطر ومذيع فيها، اثار حاله يعني فتنه كبيره جدا امبارح لما اتكلم ان محمد صلاح ليه ما هناش المغرب وليه ما بتكلمش وليه الكلام ده، مع احترامي الشديد يعني عشان الامور تبقى واضحه كبيره جدا، اولا التويته مش في وقتها خالص، يعني التويت اللي نشره امبارح مش وقته ومش في محله خالص، المصريين كلهم متعاطفين مع منتخب المغرب وبالذات المصريين اللي جاليه كبيره جدا في قطر، فهذه التغريده لم تكن في وقتها. شوف اقول لك على حاجه، تغريده تمثل هذا الشخص لا تمثل ابدا اي حد في دوله المغرب غيره، عامله حاله كبيره جدا ما هو حر المغرب. بقى ما انت لا يمكن تخلو الامور او الساحه من يعني امثله زي كده، فهو بيعبر عن نفسه هو يعني انا بس انا كنت عايز اتكلم في بس هي نقطه مهمه، هي نقطه مهمه يعني انت عندك ملايين مبركالك وكنا طالعين كلنا كاعلاميين بنقول يعني ما يعني مش لازم محمد صلاح بقى. يعني مش لازم محمد صلاح يطلع يتكلم انا بدعم او ما بدعمش، اولا محمد صلاح هو حر ومش منتخب بلده عشان حد يطلع يحاسبه بالشكل ده. يا احمد في لقطات بتحب الناس تاخدها، في ترندات الناس بتحب تاخدها، اسهل حاجه في الدنيا الواحد يطلع ترند، وبنشوف على الساحه يعني اعلاميين زملاء مع احترامي الكامل بيطلعوا يقولوا كلام يعني انا بشوف ان هو ما بيحترموش نفسهم فيه بس عشان يطلعوا يتشهروا، فحاجه للاسف يعني بس احنا اعتقد بس بعاد كل البعد عن ده. بس اريد الاشاره ليها عشان يعني لقيت امبارح من امبارح بالليل من ساعه نشر التغريده لغايه الصبح
في حاله من الشحن وبدات الامور تاخد في سكه ما كانتش موجوده قبل البطوله. لا ما اعتقدش ان هي هتاخد. فاتمنى ان احنا نستضاف خالص وكل الدعم طبعا لمنتخب المغرب بكره ان شاء الله. تبقى المحبه التاريخيه. لا طبعا ان شاء الله. اللي بين الشعبين وبص ومنتخب المغرب عمل انجاز للعرب يعني حاجه اسطوريه كده من قديم الازل. سيبك بس من الاحتكاكات الكرويه والماتشات والمنتخبات الى اخره، لكن انت عارف ده في مصاهره اصلا ما بين الشعبين، المحبه من قديم الازل. فاكيد كلنا دعواتنا مع المنتخب المغربي ان شاء الله، وبنتمنى لهم يا رب التوفيق ان شاء الله باذن الله. مفاجاه جديده يسعدونا بيها باذن الله. هيبقى اعجاز لو حصل طبعًا. حاجه معجزه عمرها ما حصلت في تاريخ الكوره. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، جزيل الشكر، نورتنا. نورتنا يا استاذ احمد، شكرا ليك. وقبل ما نروح للفاصل عشان احنا هنرجع لسؤال السوشيال ميديا، كنا نسال حضراتكم توقعاتكم لطرفي النهائي، مين من الاخر هيفوز بالمونديال؟ يمكن انا واحمد بنقول فرنسا، صح كده؟ انا يعني توقعي فرنسا، لكن لو المغرب ما تاهلتش توقعي فرنسا، لكنني انا على المستوى الشخصي عشان ميسي فقط. عشان انت بس هي يعني بتقول احتمال كبير فنيا فرنسا. فنيا منتخب فرنسا بلا جدال. انا بقول يا رب اشوف المغرب في النهائي. يا ريت مش يا رب، ايا كان بقى الطرف مين. يعني لو المغرب هيلاعب مثلا، هنقول في الاخر ارجنتين مثلا. بص خليها امنيه، يعني خليها. طب كريم ما عندوش طاقه، عنده امنيه. انا فرحت التمني، اصل في حاجات لو هتمسكها بالورقه والقلم هتلاقيها صعبه قوي، لكن خلينا في فرحه التمني. طيب خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. كاس العالم المره دي في مفاجات كتير، يعني مين كان يتوقع البرازيل تطلع؟ مين لا في فرق كبيره والالمانيا وذاك. فانا بتوقع المغرب وكرواتيا. احنا نتمنى طبعا انها تكون المغرب، نتمنى انها تاخد كاس العالم وتبقى اول مره في التاريخ دوله من العرب ومن افريقيا انها تكسب. متوقع ان شاء الله فرنسا والارجنتين. مين يفوز في المباراه؟ اتمنى الارجنتين ومتوقع الارجنتين، لان مستوى فرنسا اصلا ما كانش يسمح انها تاخد كاس عالم، فناهيك عن 2 كاس عالم بالمستوى ده حرام. اعتقد فرنسا والارجنتين. ومين يفوز؟ اعتقد فرنسا. ان شاء الله المغرب وكرواتيا، وباذن الله باذن الله اتمنى المغرب تاخدها باذن الله. بس كرواتيا السنه يعني كرواتيا عامله مباريات كويسه، فالمغرب وكرواتيا ان شاء الله. والله انا من البدايه خالص كنت برشح الارجنتين انها تاخد كاس العالم، لان ميسي حقيقه احسن لعيب في العالم، وكان نفسه يعمل حاجه للارجنتين. يعني خد احسن لعيب 5 مرات كويس، ونفسه ياخد كاس عالم وبازل اقصى مجهود عنده. وحقيقه يعني الماتش بتاع الارجنتين وكرواتيا انا اتوقع الارجنتين هتكسب. المغرب وفرنسا احنا كلنا نتمنى المغرب، ولكن فرنسا اعلى. طيب يعني النقطة هنا بتالي أو الكلام التوقعات رايحة ما بيني وما بينك. أيوة يعني حد دلوقتي أيوة. ناس كتير توقعت السيناريو اللي أنا قلت عنه اللي هو فرنسا والأرجنتين في النهائي، وناس قالت الأرجنتين، وناس قالت لا هي هتبقى فرنسا. أنت مع المغرب وكرواتيا؟ بصي الناس اللي حسبتهم عملية أكيد هيتفقوا معاكي في الرأي، الناس اللي باصين للموضوع من زاوية يعني من زاوية عاطفية هيبقوا شايفين زي حالتي كده، نتمنى إن احنا نشوف المغرب في النهائي بغض النظر بقى هتلاعب مين، بس تبقى موجوده في النهائي. تعال نشوف الناس قالت ايه برضه. يلا بينا، خلينا نبدا معاك. كريم السيد عمار بيقول صباح الخيرات، المغرب وكرواتيا، وان شاء الله فوز المغرب بكاس العالم، ده حلم كل عربي وافريقي، وانا واثق ان المغرب هيفرحوا كل العرب. جمعه عبد العزيز بيقول مغرب كرواتيا، رودينا سلمى انا مش عارفه ازاي رودينا سلمى، الارجنتين وفرنسا، احمد اشرف فرنسا كرواتيا، واحد سلامه احمد اشرف فرنسا وكرواتيا 1-1، والماتش هيخلص بضربات الجزاء. محمود ابو مريم بيقول النهائي هيكون مغربي ارجنتيني، والحاج محمد يوسف بيقول كرواتيا وفرنسا وبيتوقع فوز كرواتيا، وبلال نور بيقول ان شاء الله المغرب وكرواتيا والمغرب تفوز 1-0. المغرب وكرواتيا دي جديده اول مره اسمعها، بس متكرره، والكرواتيا هي اللي تفوز.
عبدو محمد المغرب وكرواتيا، ومصطفى كامل المغرب وكرواتيا، مراد احمد فرنسا وكرواتيا. محمد شاب بيقول فرنسا والارجنتين ويتوقع فوز فرنسا بنتيجه 3-1. احمد علي ابو الشيخ بيقول المغرب والارجنتين ان شاء الله، وعلي هاشم بيقول كرواتيا والمغرب. طب ما انتوا ما بتقولولناش مين يعني، ماشي ده النهائي، مين بقى اللي هيفوز؟ ما كتبتولناش ليه؟ مش كلكم كاتبين. يوسف اشرف فرنسا والارجنتين، وبيقول 2-0 لفرنسا. داليا محمد صباح الورد المغرب وكرواتيا. محمد محمود المغرب والارجنتين. احمد حسن بيقول فرنسا والارجنتين، وايهاب مصطفى بيقول فرنسا والارجنتين، وفرنسا هتفوز 3-1. بصوا لحد دلوقتي التوقعات الاكثر ان فرنسا هي اللي هتفوز. انت واخد بالك من الاجابات؟ اكتر اسم اتكرر صحيح. طارق شرف الدين فرنسا والارجنتين، وعلي فرحان ارجنتين وفرنسا، وفرنسا اللي هتكسب برضه. طارق صادق بيصبح عليا انا وانت يا نهواندو، بيقول اتوقع وصول فرنسا والارجنتين للمباراه النهائيه، وفوز فرنسا باللقب على حساب الارجنتين في اللقاء النهائي بنتيجه 2-1. اسلام احمد المغرب والارجنتين، علاء زيدان المغرب وكرواتيا، والمغرب تفوز 1-0. ده السيناريو نتمناه والله يا علاء. طبعا. محمد ثروت بيقول المغرب وكرواتيا، وحسني الصياد بيقول الارجنتين وفرنسا. ارجنتين وفرنسا برضه السيناريو الاكثر. باسيوني دويدار فرنسا الارجنتين، بالله عليك تقرا تعليقي. باسيوني دويدار يا جماعه، باسيوني دويدار. محمد حسين صباح الخير كرواتيا وفرنسا، فرنسا تفوز 3-1. يبقى الاجماع على فرنسا يا بيه. مبدئيا كده يعني، مبدئيا فرنسا هي اللي اسمها اتكرر اكتر من مره، ودينا كلها ساعات بتفصلنا وكلنا هنعمل صحيح. طيب احنا بنشكرك يا كريم والله. والله شكرا على واجب. بنشكر حضراتكم اكيد على متابعتنا، والفقره اللي جايه هكون انا مع دكتور ايمان المراكبي اللي هتنورنا، وملف جديد اكيد من ملفات الصحه. المهم خليكم معانا. الحقيقة دكتور إيمان بصراحة كل مرة يعني بتنورني، بتفاجئني بالملف اللي احنا هنتكلم فيه، علاقة السمنة بأمور مختلفة ربما لأول مرة بجد بنسمع عنها. يعني النهاردة بنتكلم عن العلاقة ما بين السمنة والسكتة الدماغية. شفتي مين كان بقى يعرف في وصل ما بين ده وده؟ بجد ده ملف كبير، ملف يعني كبير وخطير. لا نرحب بقى الاول كده استاذ دكتوره ايمان المراكبي، استاذه المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. وايه القصه، ايه التواصل ما بين السمنه والسكته الدماغيه؟ انا اول مره اسمع حاجه زي كده. بصي يا ستي، طبعا السكته الدماغيه بتنقسم حاجتين، الجلطه، جلطة المخ ونزيف المخ. يبقى احنا كده الجلطة دي اللي ناس بتجيبها لنا عامة بعض الناس بالظبط، مش يقول لك ده هيجلط او هيتشل دايما. الكلمة بتاعت ما تشلنيش دايما، الكلمة بتاعتنا الشعب المصري يقول لك ايه، ما تجلطنيش وما تشلنيش. هي دي هي دي بقى اللي بنقول عنها، هي اللي احنا بنتكلم عنها، اخترناها للسادة المشاهدين النهاردة عشان حاسين بيهم، عشان يخلي بالهم بقى بالظبط. فايه الحكاية؟ الحكاية ان في حاجة اسمها عوامل خطورة في الايه، في السكته الدماغيه. عوامل الخطوره دي اللي هي ايه؟ اللي هي السكر، الضغط، امراض القلب، تمام، ارتفاع الكوليسترول، كل الحاجات دي مين اللي بيعملها؟ السمنه. يعني سبب من الاسباب السمنه طبعا، بالظبط يعني. كده احد الاسباب السمنه. احنا طبعا بنقول ان في حاجات كتيره زي الوراثه، زي موضوع اللي هو ارتفاع الضغط من نفسه، في ناس بتبقى رفيعه وضغطها عالي، في ناس ثانيه بتبقى مثلا بتشرب سجاير، حاجات كتيره، في ناس عندها كوليسترول عالي رغم ان هم رفيعين قوي ورياضيين، بتبقى وراثيه. ولكن ايه اللي بيجمع كل العوامل الخطوره او معظمها؟ السمنه. السمنه بتعمل سكر، السمنه بتعمل كوليسترول عالي وخصوصا الكوليسترول السلبي، السمنه بترفع الضغط، السمنه بتعمل لي كل هذه الكوكتيلات اللطيفه جدا. ده حاجه جميله جدا. اللي بتعمل ايه في الاخر؟ اللي بتسبب انسداد في شرايين المخ وتعمل لي جلطه. المخ؟ احنا مش القلب. لا احنا حاليا بنتكلم على المخ. هل السمنه ممكن تعمل كده في نفس الحكايه في القلب؟ ايوه طبعا، يعني زي ما عملت في شرايين المخ ممكن جدا تعمل في شرايين القلب، وكتير في نفس الوقت المريض بيجي له جلطه في المخ وجلطه في القلب في نفس الوقت. يا ساتر. لو هو سمنه بنشوفها كتير جدا. سمنه مفرطه ولا ممكن سمنه حتى لو زياده بسيطه؟ والله حتى لو زياده بسيطه. حتى يعني حسب الجسم بقى. طبعا، لان هي ممكن زياده بسيطه بس على مدى سنين طويله راحت عامله لي ايه؟ تصلب شرايين. وانا ما ببقاش عارف بطبيعه الحال. ما ببقاش عارف لانها بترفع لي ضغطي، ما ببقاش عارف ان ضغطي عالي وان انا مريض ضغط ولازم اخد علاج، ما ببقاش عارف ان جالي سكر. كتير قوي من المرضى بطلب لهم تحاليل السكر التراكمي، وفاجئ ان هو عنده السكر وما يعرفش.
يقول لي ايه ده؟ اقول له حضرتك مريض سكر لسه اخرها من يومين. قلت له حضرتك مريض سكر، قال لي والله ما اعرف. قلت له لا التراكمي بتاعك عالي بالظبط. طب روح قيس الضغط يطلع ضغطه عالي، والله ما اعرف. تحس ان ايه؟ طب وحضرتك هتعرف امتى يعني؟ انت عارف نفسك والكوليسترول عالي، فاهمه؟ تفاجئ ان هو لسه. انا مش عايزه اخوفك. طب ده كان وزنه قد ايه برضو الشخص ده؟ لا ده كان وزنه 130 ويعني كل حاجه بايظه، السكر بايظ، الضغط بايظ، الكوليسترول في السماء، الدنيا بايظه كلها. هقولك على مفاجأة، كان لسه عندي بنت في سنها صغير مش كبير، يعني هنقول مثلا عندها في أواخر العشرينات، وعندها جلطة في المخ. يا ساتر. والله العظيم برضو عندها زيادة في الوزن، ومش زيادة قوي يعني، زيادة في الوزن بتاع 10 كيلو كده. فإذا لا لازم ناخد بالنا ونساعد الناس. طب نساعد الناس إزاي؟ يعني هنقعد نقول لهم السمنة بتجيب وخلاص ويقعدوا بقى يتحسروا على نفسهم اللي هم مش عارفين يخسوا؟ لا نساعدهم. فاحنا هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم ان احسن حاجه تخس بيها هي الالياف الطبيعيه. الالياف الطبيعيه بتسد النفس وبتقفل الشهيه، دي اكتر بالزبط. حاجه وما بتلعبش على القلب ولا على ولا على مراكز الشبع خالص، بتشتغل بالطريقه الطبيعيه اللي ربنا عاملها ان احنا نشبع بيها، اللي هي الالياف دي لما بتنزل في المعده ومعاها الميه اللي احنا بندوبها فيها بيحصل ايه؟ بتنفش وتملى حيز كبير من المعده، يتبقى لي حبه صغيرين اللي اقدر ان انا اكل منهم احس بالشبع وما احرمش نفسي حرمان نهائي. يعني انا عارفه حضرتك برضو ايه، رغم انك ما شاء الله مانيكان يعني، لكن يبان بس والله يبان بس لكن بتحبي من حين الى اخر ان انت تاكلي شويه حاجات ما تحرميش نفسك. طبعا النفس بتروح اوقات للحلو، لحاجات بتتخن، لان دي متعه من متع الحياه، دي متعه من متع الحياه. فاذا يقدروا ياكلوا براحتهم من غير ما يبقوا خايفين، والحيز الصغير ده هيخليهم يشبعوا بسرعه، فبرضو ما يقدروش ياكلوا كميه كبيره، ولكن كاني عملت تكميم او كاني عملت كبسوله بتاعه المعده من غير ما اروح لجراح. فيا سلام، لان طبعا القطع والجراحه والغرز والاجازات من الشغل والكلام ده حاجات مش كويسه. لكن على المدى ان انا اخس على مدى 3 شهور 6 شهور لو انا وزني حتى 130 من غير ما اعمل تكميم اقدر. لسه جاي لي المريض اللي قلت لحضرتك عليه 130 كيلو، وقعدته ان احنا هنخس وهنعمل، وبرده بالبيستا اللي هو اللي انا بتكلم عنه، اللي هو ايه البيستا ده؟ مكمل غذائي اللي مليان الياف اللي احنا قلنا عليها، 3 الياف رئيسيه عندك، الشوفان ورده القمح والسيليوم. الثلاثه دول من اهم الالياف المهمه جدا في الغذاء بتاعنا، اللي بتملى البطن وبتسد النفس زي ما حضرتك قلتي بطريقه طبيعيه، تخليك الشهيه بتاعتك تقل، وكمان بتنظم حركه القولون والهضم والامتصاص والكلام ده كله، بحيث ان ايه؟ تساعد الناس اللي عندها مشاكل في الحرق، وخصوصا ان عليه كروميوم جوه المنتج نفسه، البيستا اللي هو علبته خضره ده وبطعم التفاح الاخضر، كيس بندوبه على كوبايه ميه، بناخده نص ساعه قبل الثلاث وجبات الرئيسيه، ملوش اي اعراض جانبيه، امن تماما على مرضى السمنه، السكر، الضغط، اي امراض بقى مزمنه، القلب، اي حاجه، حتى اللي عندهم جلطات في القلب اللي عندهم جلطات في المخ بديهولهم عادي، مفيش اي خطوره، ده مكمل غذائي طبيعي ما نخافش منه ابدا. يبقى ده اول حاجه اللي هو البيستا. كويس جدا. بس البيستا ده لكل الاعمار يعني؟ احنا بناكد كله، احنا من 13 سنه، من واحنا يعني من سن 13 سنه لغايه الى ما شاء الله. طب هو الى ما شاء الله بقى لما السن بيكبر الناس بتبقى شويه عندها حته ما تخليني استمتع بالفاضل لي واكل براحتي؟ يعني بشوف ناس قرايبنا كبار في السن كده يعني فوق ال70 يقول لك خلاص بقى يعني. حواري معاهم بيكون كالاتي، حواري معاهم بيكون كالاتي، هو حضرتك لازم تعيشي كواليتي اوف لايف، طبيعه حياه سيئه ورديئه يعني. صح. ما انت عايزه، انت بتقولي ايه؟ انا خلاص كده. طب ما الشويه اللي فاضلين لك دول ما نعيش بركب حلوه. الشويه اللي فاضلين لك بنعيش بركب حلوه. كم سنه اللي قاعدهم معانا يعني؟ اللي حضرتك قاعدهم معانا ومنورنا دول الركب تبقى حلوه، ظهرك ما يقعدش يوجعك، يعني مش لازم تعيش عمال تاخد في مسكنات وفي حاجات علشان تهدي الالام والالام المبرحه وما تبقاش عارف تنام بالليل. في حاجه اسمها كواليتي اوف لايف، كواليتي اوف لايف اللي هي يعني طبيعه الحياه تكون كويسه، يعني عيش حياه مرتاحه، يعني عارفه يا عيش يا معيش يعني. لكن حضرتك يعني خلاص انت متوقع ان هنموت، طب وليه افترضتي ان هتموتي؟ ما في ناس بتقعد 100 سنه وفي ناس بتقعد فوق ال 100. فانا الشويه اللي انا عايشاهم دول ما اضمنش هم قد ايه. فعلا مش جمالي على قد ما انت ما تزودش الموضوع عليك اكثر سوءا يعني، حتى لو سن 70 75 ما نتفادى اي حاجه جديده تجيلنا او نصاب بيها يعني. حضرتك في زميله لسه بعتالي قصه مريضه بره، يعني واحده بره مصر يعني في انجلترا،
بتنزل تتمشى كل يوم، ده الروتين بتاعها وهي 81 سنة. خلي بالك بقى انت عماله تتكلمي في السبعين والستين، ده شباب بقى يا جماعة. 81 سنة. فطبعا الايس دلوقتي في انجلترا شغال جامد، فاتزحلقت ووقعت وتعورت في وشها وكده، بس كل ده مش مهم، اهم حاجة ان هي بتنزل تمشي الروتين بتاعها علشان الدورة الدموية، وعشان فاحنا لازم نصلح مخنا، لازم نصلح مخنا واعتقاداتنا واللايف ستايل بتاعنا. الكواليتي اوف لايف لازم يبقى كويس. الست 81 سنة وبتنزل لوحدها بدليل محدش لحقها، يعني هي وقعت في الشارع عبال بقى ما اتصلوا وجابوا. بتحكي لي قصتها ان هي جت لهم المستشفى يعني، فبتقولي ما فيش حد من ولادها قال لها يا ماما اللي هو نظام ايه اقعدي بقى وكني في البيت انت ست كبيره وفاضل لك يومين والكلام ده. لا لا، احنا لازم نعيش بالكونسبت ده. طيب علشان انا اخس من غير ما يحصل لي مشاكل همدان، خمول، تساقط شعر، الاظافر تتقطم، الكلام ده اعمل ايه؟ هاخد مع البيستا مالتي فيتامين اسمه الب مالتي فيت. الالب مالتي فيت ده بيتباع مع الكورس. لو اتصلنا بالارقام الموجوده على الشاشه اللي هي ما فيش ارقام تانية غيرها حصريا، بناخد الالب مالتي فيت مع البيستا. الالب مالتي فيت ده كل الفيتامينز اللي محتاجها جسمي، من اول مجموعه فيتامين ب كومبلكس لحد الزنك، الكالسيوم، الفيتامين سي، فيتامين ه، كل حاجه تتخيليها. وطبعا مجموعه ب كامله بقى اللي هي بي 1 و2 و3 و6 و7 و لحد 12. كويس قوي. فاذا ده لما انا اخده احافظ على اعصابي. لو انا عندي سمنه وعندي سكر برضو بيساعدني، لان السكر بيعمل التهاب اعصاب طرفيه، فانا عندي مجموعه فيتامين بي كتيره جوه المنتج ده. فاذا لو اخدته مع البيستا ضمنت ان انا اتظبط من كل حاجه صحيا وطاقه وانرجي والكلام ده كله. كويس. يبقى ده اسمه الكورس اللي هو البيستا. كلام بيستا والبو مالتي فيت. الاثنين على بعض اسمه الكورس. بطلبهم عن طريق الارقام اللي موجوده على الشاشه. طيب خلينا برضو نشوف حالة من الحالات، لأن الكلام النظري بيبقى حلو بس الناس بتحب دايما تشوف يعني عملي. الناس بالزبط. جربت، مرت بالتجربة، كان وزنها كام بقى كام. خلينا نتابع حالة أميرة ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي. أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل، من السمنة المفرطة، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط. فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة، وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص. كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح وهايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة، لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا. اللي عاجبني كمان في الموضوع، يعني لو احنا هنتكلم، اللي عاجبني تحديدا في الكيسز اللي بنشوفها ان البني ادم بيصغر. يعني بالزبط. بيصغر في السن بجد. صحيح. رغم ان انت ممكن تلاقي الوش الملامح، يعني على فكره الكيس هنا مختلفه شويه عن وشها ما خسش، بس اول اوفر بانت اصغر. بس بالزبط. ليه الوش هنا ما خسش؟ لان هل ده هي طبيعتها كده؟ لا، لان هي ماشيه على البيستا، والبيستا مليان الياف، وزي ما قلنا الالياف بتعمل نضاره في البشره طبيعي، وتضيع الهالات السوداء والكلام ده. تاني حاجه ان هي بناخد الالب مالتي فيت. ايوه الالب مالتي فيت ده اللي انا اتكلمت عليه. يعني الحقيقه الحاله دي بتجسد اللي احنا اتكلمنا فيه. غريبه قوي ان وشها ما شاء الله الخدود زي ما هي، الوش بتاعها زي ما هو. صح. التدويره، الجمال بتاع وشها هو ما تغيرش. لكن اللي بيضعفوا يعملوا بقى اللي هم ما بياخدوش الالب مالتي فيت مع البيستا. الافضل ان احنا ناخد البيستا مع الالب مالتي فيت، هيديني الحكايه دي ان الوش ما يخسش خالص والجسم هو اللي ينزل، ودي حاجه ظريفه. طب ايه تاني ممكن ناخده هديه مع الكورس اللي احنا بنتكلم فيه؟ علبه فيتامين دي هديه. واحنا داخلين على الشتاء، فيتامين دي ما شاء الله بينتهي تماما. انا تقريبا بدون اي مبالغه كل عياده ما بين 10 الى 15 حاله بشخصهم فيتامين د ناقص اليومين دول بزياده الحقيقه. فالعلبه الفيتامين دي الهديه دي مهمه جدا عشان يعوض لي فيتامين دي لو انا عندي نقص، وفي نفس الوقت نقص الفيتامين دي بيزود الوزن. فاذا لو انا عوضت لك الفيتامين دي يبقى انا كده حليت المعادله الصعبه وحاربت السمنه من كل الاتجاهات.
اوكي. فنقطه كمان اخرى ان احنا كمان تقدري حضرتك تطلبي القهوه الخضراء اللي هي جرين كوفي من نفس الارقام اللي موجوده على الشاشه. منتج الجرين كوفي اللي هو القهوه الخضراء ده طبعا بيرفع الحرق، هو انتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده، فبرضه يدي نضاره في البشره ويديكي طاقه، يغسل كل الشوائب الاكسجين اللي هي بتبقى الموجوده في الدم، يخلي برضه البشره دايما نضاره، يضيع الهالات السوداء. فاذا يعني زي ما بنقول كده بطريقه متكامله كانك رحتي بيوتي سنتر، عارفه انت لما يمسكوا الواحده كده يقولوا لها هنعمل لك مش عارف جلسات ايه في البطن وجلسات ايه، لا انت بس حاجه بتشربيها وحاجه بتاكليها وتلاقي نفسك عملتي نفس المفعول. حلو ده جدا، وبتكلفه كمان قليله يعني الاسعار فعلا. خليني اقول لحضراتكم مش هنقول الرقم بس هو الاسعار فعلا قليله جدا، يعني قليله جدا حتى محدود الدخل. ما يجيش كل اللي احنا قلناه ده ما يجيش 8 جلسه واحده من اي جلسات بتتعمل وحضرتك عارفه. نص جلسه اكشلي يعني. اكشلي نص جلسه. والجلسات دي انت بتحتاجي تعمليها بقى ايه؟ بتعملي 12 في 14 في تكوني خلصتي الكورس ده في شهرين اساسا يعني. نروح بقى لاسئله السوشيال ميديا سريعا برضو عشان نقدر نغطي كل الاستفسارات المختلفه اللي بتيجي. اسامه بيقول، هو اسمه اسامه ابو نار، اول مره اسمع الاسم ده، ابو نار. ما شاء الله عنده 30 ده المفروض الحرق عنده يبقى نار ده. حلوه يا دكتوره. اصل ابو نار ده المفروض ما يبقاش عنده سمنه خالص. عنده 30 سنه وزنه 112. 30 سنه ما شاء الله ما شاء الله وزنه 112، عمل دايت نزل ل 85 ما شاء الله. بس مشكلته ان لسه في دهون متجمعه في منطقه البطن ومش عارف ينزلها. طبعا بالتالي منطقه البطن دي اصعب دهون، اغلس دهون ممكن الواحد يعني يشوفها في حياته هي دهون البطن. تبقى عنيده ومحجره كده، تحس ان هي يعني ايه زي الطوبه، يعني بتمسكيها تحسيها زي الطوبه، لان لو مسكنا كيلو دهون وحطيناه جنب كيلو عضلات هتلاقي العضله واخده حيز قليل لكن الدهن قد كده. فدايما هو بيبقى يعني ايه متضخم وبيبقى ناشف قوي في ناس، عشان كده ما بيرضاش ينزل. انصحه بايه؟ انصحه بشرب الميه كتير. يعني لازم يشرب ما بين 3.5 لتر ل 4 لتر في اليوم، ولازم ياخد البيستا وياخد الالب مالتي فيت ومعاهم الجرين كوفي، وكمان ناخد الهديه الفيتامين دي لو في حاله ان احنا عندنا نقص فيتامين دي، يحلل الفيتامين دي ويحلل الغده الدرقيه ونشوف القصه دي. لو فيهم اي مشكله ناخد الـ يعني ناخد العلاج ليهم، وبالتالي هيبتدي الحرق يعلى. تاني حاجه لازم يلعب رياضه ساعه يوميا في الجيم او تمشيه في الشارع. قولي مثلا يومين ثلاثه في الاسبوع، مش طالبين السبع ايام لانه صعب برضو. أو لو قدر يعني، هو بصي الشباب بينزلوا يقفوا على الناصيه وبيعملوا كل حاجه، انت بس وجهيهم يعني قولي له بدل ما انت هتنزل تقف على الناصيه كده مع صاحبك وتقعدوا تضحكوا يا شقيق والحاجات اللي انت بتسمعيها دي، لا روح الجيم استفيد بالوقت ده. فانت لو قلتي لاي شاب روح ساعه في اليوم في الجيم حلو قوي. ده في شباب بتروح تقعد بالاربع ساعات، يعني انا لما بروح الجيم ساعات بلاقي ناس والله بقول هي الناس دي مقيمه هنا ما بتروحش. ده بيتدلعوا يعني، انا عندي اصحابي كده اللي تقعد تتصور تقعد ترغي تقعد تتمرن ربع ساعه وبتبقى يعني عماله تاكل حاجات كلها دهون وبتاع وهي بتلعب على انا لما بروح ساعه بالظبط، وبس ساعه بتبقى تمرين يعني بالظبط كده. هي الفكره كده، الفكره ان انت تعلي ضربات القلب توصل لليفل معين الحرق بيزيد فيه ويبتدي الدهون تتحرق، فهو محتاج يتحرك شويه. كويس. سما بقى احمد بتقول عندها 22 سنه وزنها 80 كيلو، برده كتير قوي على السن ده، قوي قوي، نفسها تنزل مناطق معينه في جسمها مش كله. الفكره دي حاجه كومن يعني، ناس تقول لك انا جسمي حلو بس بالزبط. عندي منطقه معينه مليانه. صحيح. السمنه الموضعيه. السمنه الموضعيه. هو الجسم مهما كانت الدهون يعني موضعيه في جزء معين بالزبط. ليها قابليه ان هي تنزل، وفي ناس تقول لك دي طبيعه جسمي، يعني في ناس مثلا بنات مليانه من الجزء اللي تحت مهما خست ما بينزلش. لا هي بتنزل كدا. بس هي ما بتصبرش على نفسها فتره طويله وتعمل كل اللي احنا قلناه، يعني لو اخذت البيستا واخذت الالب مالتي فيت مع الجرين كوفي مع الفيتامين دي في حاله نقص فيتامين دي، او حللت الغده الدرقيه لو لقيت عندها كسل هتاخد الهرمون اللي هو الثايروكسين، هتبتدي الحرق عندها يزيد. لا هتنزل ليه؟ لان ربنا خالق الدهون دي للمجاعات، يعني وقت ما انا يعني بحوش الدهنه دي ليه؟ الدهون دي زي الجمل بالظبط كده اللي هو بيكتر الميه. لا هي نفس القصه، احنا الدهون دي عندنا بنحوشها مخازن للطاقه،
اول ما احتاجها او يبقى في مجاعه لا قدر الله تبص تلاقي الدهون تسيح. عشان كده تلاقي حتى الاطفال اللي في المجاعات دايما الدهون اللي في وشهم كمان سايحه، تلاقي وشهم على العظم على طول. حتى الدهون ليه؟ لان خلص خلاص على الدهون بتاعه البطن والهنش والارداف و و و وبدا يعيني يطلع كمان على الدهون بتاعه الوش، فيبتدي يبقى كله زي يقولك هيكل عظمي. فكده كده احنا لو عملنا الرجيم الصح واخدنا المنتجات اللي احنا بنتكلم فيها، عملنا رياضه، عملنا تحليل فيتامين د والغده الدرقيه، ان شاء الله ان شاء الله هتخس وهتبقى زي الفل، خصوصا ان هي صغيره الحرق بتاعها عالي المفروض. هو الحرق بيقل من بعد ايه 40؟ بعد اللي هو فتره قرب انقطاع الطمس كده بيبتدي. يبقى ده 50؟ لا، في ناس عندها الطمس مثلا على 42 على 43، وفي ناس تانية اكتر شويه تقعد 45، بتختلف يعني الحكايه بتبقى فيها وراثه. هو المفروض خمسينات ده اللي انا عارفه. لا مش شرط، في اسر يعني في عائلات الحكايه بتبقى وراثه شويه. دايما سن الياس ده بيبقى مثلا تقول لك انا مامتي حصل لها مثلا سن 40 الياس 42، دول صغيرين جدا. ما هو 40 ده 40 ده صغير، بس احنا بنتكلم في ناس بتبدا من احنا بنتكلم ان ما حول انقطاع الطمس، يعني مش قصدي انقطاع الطمس في السن ده، ما حول. اوكي، يعني قبل واثناء وبعد. تمام، ده اللي انا اقصده، يعني مش بتكلم على السن تحديدا. الفتره ما حول الطمس اللي هي فوق ال 40، يعني بنبتدي فوق ال 40 لا الحرق بيقل. أوكي. وفي ناس مثلا يقول لك ايه، انا كنت السنه اللي فاتت اتمشى ساعه في الجيم مثلا على التريد ميل او حاجه احرق كذا، السنه دي مش قادره. ليه؟ لان الحرق عندها قل، الحرق معدل الحرق قل. يبقى احنا ساعتها بنظبط الغذاء بتاعنا، نراعي بقى ما ناكلش دهون والنشويات كتير والحاجات دي كلها، وايس كريم عمال على بطال، والحاجات الحلويات وكده. انا عارفه طبعا احنا داخلين على الكريسماس، وتلاقي الناس كلها بقى الكب كيك اللي مش عارف معموله بايه والحاجات دي كلها. ناخد البيستا وممكن ناخد واحده كب كيك كل اسبوع. لا هي اصلا البيستا لما ناخده مش هيخلينا ناكل كتير، يعني ممكن ناخد فعلا نص واحده تلاقي نفسك شبعت. واحلى حاجه في بيستا ان انت ما بتحرمش نفسك، يعني هي دي النقطة اللي بجد أنا بحسها ده اللي مختلف عن الناس التانية اللي بتعمل منتجات تانية، لأن الحرمان شيء مش حلو. حتى لو قدرت عليه فترة ما بقدرش أكمل، غصب عننا كطبيعة بشرية بنضعف. دكتور منى نورتينا، ملف بجد في غاية الأهمية، وإن شاء الله هنشوفك في حلقة مختلفة جاية بإذن الله. شكرا حضراتكم على متابعتنا برضو، أنا وكريم النهاردة، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. مع السلامة.